أهلا بكم، جمعة طيبة إن شاء الله. عايز الأول أبدأ يعني بأن أنا أقدم تعزية وبلغ حزني وحزن الشعب العربي كله أكيد والشعب المصري في هجوم نيوزيلندا اللي حصل في صباح اليوم. الحقيقة يعني حاجة مأساوية جدا أنه يكون الإرهاب في بهذه الدرجة من القسوة وهذه الدرجة من الخسة وهذه الدرجة من الندالة وهذه الدرجة من الوضاعة وهذه الدرجة من التدني في العقل وهذه الدرجة من غياب العقيدة الصحيحة وغياب الحكم الواقعي على الأمور. الإرهاب لا دين له، لا مكان له. في كل أنحاء العالم الإرهاب سيكون وسيطول، وينبغي أن يكون التوحد عالمي في مواجهة الفكر الإرهابي المتطرف اللي بكل الأشكال قد يكون متطرف. المتهم في هذه الجريمة ذا فكر يميني متطرف، يعني مش إسلامي، هو معادي للإسلام. الأنواع المختلفة للأشكال الإرهابية كثيرة جدا. الشكل العام للعقلية العنصرية هي بذرة التطرف. العنصرية أساس التطرف بلا شك، إن أنا أحس إن أنا الأفضل، إن أنا الأحسن، إن أنا الأعظم، وأن الأعراق الأخرى وأن الديانات الأخرى وأن الأشكال الفكرية الأخرى وأن المذاهب الأخرى هي الأدنى والأقل والأكثر والأقبل للطعن والأقبل للقتل. هذا فيروس وهذا وباء عالمي سيجتاح العالم إن لم يتصدى له العالم. مصر تواجه حرب يعني باسلة وحرب يعني تاريخية ضد الإرهاب يقوم بها شبابنا وأولادنا في القوات المسلحة المصرية وتقوم بها الشرطة المصرية ويقوم بها الدولة المصرية كلها والشعب المصري كله يقاوم الإرهاب. على العالم أن يعي كلام السيد الرئيس فيما يتعلق بأن الإرهاب ينبغي أن يقف العالم كله متكاتف لمساندته لمجابهته ومساندة القوة التي تقف أمام الإرهاب، القوة الحقيقية التي تقف أمام الإرهاب. وأنه الإرهاب زي المرض، زي المرض اللي نقدر نقول أنه يقدر يهاجمك من ألف جهة. ما تفتكرش أنه الأمراض، الإرهاب لما أقول زي مرض سيستميك، سيستميك يعني أنت بتفكر أنه ممكن يهاجم الكلى بس، فتقف قدام الكلى وتهتم جدا بالكلى وتحمي الكلى وتودي المريض لافضل دكتور كلى، تفاجئ ان المرض ضرب الكبد، تفاجئ ان المرض ضرب المخ، تفاجئ ان المرض ضرب الرحم، تفاجئ ان المرض ضرب القلب، تفاجئ ان المرض اثر على حتت لم تخطر لك، لم تاتي لك في الحسبان. كانوا يظنون ان العالم الغربي امن من الإرهاب وأن الإرهاب موجود فقط في منطقة الشرق الأوسط. الإرهاب الآن يهاجم في كل ربوع العالم وبأشكال مختلفة، مش شرط يكون ذوي فكر أو ذو أفكار أصولية أو متطرفة من الناحية الإسلامية. ده يميني متطرف، على العكس كاره للإسلام، كاره لكل ما هو عربي، كاره لكل ما هو مسلم. قام بهذا العمل الخسيس وقتل عدد كبير، يعني 49 شخص ماتوا النهاردة وهم في الجامع، شيء مزعج جدا. وقبليهم ناس ماتت وهي في الكنيسة، شيء مزعج جدا. ولو ناس ماتت في أي مكان، شيء مزعج جدا. الناس اللي بتموت أبرية دول في رقبة كل القوى العظمى في العالم اللي ما تنبهتش لكلام السيد الرئيس وما دعمتوش أو ما وقفتش جنبه، بل إن بعض هذه القوى ربما تقف موقف شبه سلبي. ينبغي أن نفهم جيدا أن الإرهاب لا دين له ولا صورة له ثابتة، هيتغير. وكل ما يكون إرهاب جاي من ناحية اليمين هيطلع له إرهاب جاي من ناحية الشمال، هيطلع لك كل الإرهاب يصدق فيه قانون القوة لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وللأسف الاثنين هيصدموا ببعض في الآخر ويحدث دمار للعالم، دمار نفسي ومعنوي وعقلي. النهاردة وإحنا بنتكلم على مرض شبه كده، يعني أنا هاخد الحدث ده وهاخد الشكل الإرهابي ده واتكلم عن أنه الأمراض لازم إحنا نبصلها بهذه الصيغة. في أمراض فيها الصيغة الإرهابية، هي زي اللي إحنا هنتكلم عليه أنه النهاردة بطنة الرحم المهاجر، شكل مثير وغريب جدا من
الإرهاب في جسم المرأة. وزي ما أنا قلت لكم، إذا تنبهت للإرهاب المرض بقى من جهة وأهملت من جهة أخرى، هنا هتكون المشكلة. ده اللي احنا بنشوفه على فكرة في التعامل مع الحدث اللي حاصل في العالم دلوقتي، وده اللي هنشوفه النهاردة في حدث مهم، وإحنا بنتكلم على مرض له صفة الإرهاب، له وجه الإرهاب. وجهه من إنه ما تمسكلوش حتة، مش عارف تمسكه من حتة وتسيطر عليه، يطلع لك في حتة تانية ويأثر في حتة تانية. إذا ما كنتش عندك القدرة اللي انت تجابهه، هيهاجمك وهينتصر عليك. ده المرض وده الإرهاب، والاثنين شبه بعض. طبعا اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور سيد الاخرس، منور يا فندم وحمد لله على السلامه. الله يسلمك. النهارده بطنط رحم المهاجره، ولكن النهارده في حدث ارهابي طبعاً مهم. طبعاً. الحدث الارهابي اللي حصل في نيوزيلندا، اللي بيقول وبيأكد معنى زي ما انت قلت، ان الارهاب ليس له وطن ولا دين. واللي حصل النهارده هياخدنا لتاريخ سنه 1991، لما كان بدأ شيمون بيريز يقول الشرق الأوسط الجديد. وشرق الأوسط الجديد عشان يوصل معلومة بشكل أو بآخر، ويبدأ يغير مفاهيم بعد حرب 73، اللي كانت حرب الله أكبر، هي التيمة بتاعت الانتصار في حرب 93، في 73 يلا نغير العقيدة، لأن احنا مش هنقدر نواجه الإسلام باعتداله، والإسلام إن بيدور على مسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وبالتالي كان لازم يصدر وجه الإسلام على شكله الإرهابي. وبدأت تبدأ المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات المدنية تنتشر في ربوع العالم كله بأشكال مختلفة، حتى كان يخش على السوشيال ميديا بأسماء عربية وأسماء إسلامية، يغيروا مفاهيم المسلمين عن الإسلام، لأن كان في أركان خمسة، إزاي أنك أنت تهدم أي دولة، انك انت تغير مفاهيمها عن دينها وعن عقائدها وعن عاداتها وتقاليدها وعن اخلاقياتها، وبعد كده تشكك في حكامها واساليبهم السياسيه وتحقر من شانهم، وبالتالي تلاقي ان ايه ده، وجهتك في دوله تانية او في دين تاني، او حتى انك تلحد، او حتى انك تكفر بكل شيء، او تكفر بالايمان ببكره. طب ده هياخد منه قد ايه وقت؟ عملت الدراسات وتقالت ان لازم ياخد حوالي من 15 ل 20 سنه جيلين. لما تشوف من 15 ل 20 سنه، من سنه 1991 ل 2019، هم ال 20 سنه جيل بالكامل بتغيير الافكار المستمر، والناس لا تنتبه لذلك، لان احنا بنعيش يوميا في حياه مستمره، ما نقدرش نتوقف ونقول ان انا واخد بالي من دي مؤامره كونيه ومؤامره دوليه. لما بدا يتصدر ان المسلمين او اسم اسلام وداعش ودوله اسلاميه والعالم بتاعهم لا اله الا الله محمد رسول الله، فيصدر على مستوى العالم كله ان الاسلام دين الارهاب، ويبدا بعد كده تبقى تقدر عاوز تخبي اسلامك، او حتى كمان تغيره لو ينفع، حتى لانك انت خلاص بقيت موبوء بانك دين ارهابي. اللي بيحصل رب ضاره النافعه، لما يحصل الحدث ده بتجتمع تاني القوى المعتدلة في العالم تاني عشان تؤكد أن الإرهاب ليس له دين أو وطن أو عنوان، ولكن أحيانا تسييس الأمور لوصول بشكل أو بآخر للتخلص من فئة بشكل معين على شكل عقائدي أو شكل مذهبي. يعني كل الرثاء وكل التعزية ليهم والعالم كله، ونقول في نفس الوقت إن شاء الله أتمنى أن ربنا دايما، ربنا قال ان هو يظهر دينه او يظهر الحق او يفضل دايما حافظ لحقوق الناس وحقوق المجتمع، وشريعة الغاب بالتأكيد هتفضل مستمرة، وده الصراع دائما ابدا ما بين الافكار والافكار. البطانة الرحم المهاجرة، هل هي تنتمي الى الامراض اللي لها صيغة ارهابية بشكل؟ بطانة الرحم المهاجرة بنتكلم عليها من جديد، وهو احنا في شهر مارس، شهر التوعية. شهر التوعية بشهر مارس، وأول ليه في شهر مارس سنة 1993 أسست ماري لو، كانت إحدى المصابات بمرض بطانة الرحم المهاجرة، مؤسسة وأدعتها أنها مؤسسة بطانة الرحم المهاجرة العالمية، نحن نشرف أن احنا أحد أعضائها الموجودين والوحيدين حتى في مصر. ماري لو بدأت تجمع بعض المريضات، وبدأ يكونوا لوبي مرضي
لتحريك الـ 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 الحركة العلمية وداخل الربوع ان الـ 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 الوسط الطبي، ان احنا المرضى احنا اللي بنعاني، احنا اللي عندنا المشكلة، احنا اللي مش مقتنعين بينا، احنا اللي مشاكلنا اكتر مما تتخيلوا، احنا اللي عمالين نسمع منكم كلام كفرنا بيه. وبجد بدأت ينتمي إلى مؤسسة بطانة الرحم المهاجرة العالمية بعض الأطباء وبعض العلماء اللي مؤمنين بالقضية، لأن المرض الخفي، المرض اللي له أصول تضرب أحيانا في بعض الدراسات إن ممكن تكون مرتبطة حتى بقدماء المصريين وبالإغريق، وحتى هيبوكرات كان في فترة من الفترات كان بيتعامل مع مرضى بطانة الرحم المهاجرة. عشاشة دي ماري لو، أتشرف إن أنا كنت في يوم من الأيام يعني المرأة اللي أسست حملة التوعية لبطانة الرحم المهاجرة على مستوى العالم، Education and Support Research Endometriosis Association، وده كان في سن شبابها لما أصيبت بمرض بطانة الرحم المهاجرة، وبعد سنة 93 بدأت تأسس المؤسسة. نرجع تاني، لما بدأت دايما لما بنيجي ندور على يحصل حدث بشكل أو بآخر، بعد ما الحدث بتبدأ تتكلم عنه وتبدأ تزود التوعية عنه، بيبدأ في الأول بعض الناس إيه ده؟ هو ده موجود؟ ما كناش نعرف ده موجود في عقل المتحدث والطبيب اللي بيتكلم فقط، مش بالشكل ده. هو يحولها إلى قضية، بتتحول المواضيع إلى مواضيع شخصية لما تكون ما عندكش المعلومات والعمق، ويبدأ أحيانا حرب المرض في حرب شخصك إن أنت المتحدث، وكأنك إنك أنت جايب دين جديد، فهذا يلا نكفر بهذا الدين. بطانة رحم المهاجرة هذا العالم الخفي واللغز المحير اللي بدأ بعد لما بدأ ينتشر وبدأ بجد يبقى جلوبال في كل الملدان، وبدأ يحصل فيه هل هو مرض إثني عقائدي بيجي لبعض الناس، هل ممكن يجي في الفاميليز، ممكن يجي في المجتمعات المنغلقة اللي بتتزوج من بعضها، هل ممكن يجي في الأسيويين وممكن يجي مثلا أكتر من أوروبيين وكوكزيين، ممكن يجي في الدول العربية ولا لا، ممكن يجي في الناس اللي موجودين في البلدان المتقدمة والبلدان اللي فيها صناعات أكتر، ولا ممكن يجي كمان في الريف والحضر في نفس التساوي، ولا ممكن يجي في الناس اللي عندهم صحراء أكتر، ولا ممكن يكون في الرطب ولا اليابس ولا 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 ولا. مرض حير الناس كلها، مرض لغاية لما بدأوا يتكلموا عنه في قشور، لما بدأت فيه سنة 1986 كان بدأ أول مثلا انسيكلوبيديا أو موسوعة عالمية بتحتوي على الإيه؟ الميديكال هيستوري. الميديكال هيستوري أو التاريخ الطبي، بتتكلم على الميديكال هيستوري والتاريخ الطبي، ما ذكرتش فيه بطانة الرحم المهاجرة. ولما نقحت وبقى فيه إديشن تاني في التسعينيات سبعة في كام؟ 1995 كان الإديشن الثاني على بعض إيد العلماء الآخرين برضو لم يذكروا بطانة الرحم المهاجرة بهذا الشكل اللي موجود دلوقتي. لما بدأ المرض ينتشر وبدأ المرض كان الأول يظهر وليه ارتباط بالدورة، كانت المرأة في الأول هي مرأة ملعونة كرسد، كانوا يعتقدوا الأول أن المرأة دي هي مصابة أحياناً بممكن مس شيطاني، لان في هل هو ده غضب الرحم، هل مس شيطاني، لان ما فيش تفسيرات احيانا. لما لو تفتكر ان احنا ربطنا ما بين بطانة الرحم المهاجرة وبعض الهلاوس والهستيريا والامراض العقلية والشيزوفرينيا، والدبليو اتش او اكدت بشكل قاطع علاقته ده، واكدت ان المرض ليه علاقه بامراض القلب، وليه اكدت ان ليه علاقه بامراض المناعيه، وليه علاقه ويتشابه مع مع كل الامراض المناعيه زي حمى البحر المتوسط وزي الروماتويد ارثرايتس وممكن والسيستميك لوبس، وممكن يكون ليه علاقه بالسرطانات. وبدا الامور يبقى ايه ده، الدنيا ملخبطه، هل دي حقيقه ولا ده وهم، هل هو مرض مرتبط احيانا فقط وعلى الاستروجين، لان هو هرمون يعتمد على الاعتماد الاساسي على الاستروجين، هو ايه اللي خلى بطانه كانت موجوده في بطانه الرحم زي ما اسمها كده وهجرت، ايه اللي خلاها هجرت او انتبذت او راحت، اسم الانتباذ يعني كانها منبوذ، يعني كان البطانه اللي موجوده داخل تجويف الرحم مكانها الاصيل نبذت، رفضت، طردت، وبدات تروح تحتل لاماكن اخرى. وكان بعض التفسيرات اللي موجوده من سامسون
الراجل العالم المحترم اللي كان واول نظريه كان بتؤكد ان بطانه الرحم المهاجره بدات تنتشر في منطقه البطن والحوض لما بيحصل ريتروجريد من استرويشن او يحصل ارتداد لبطانه الرحم لما بتيجي تتكسر ونزول الدوره الشهريه الخلايا اللي بتنزل بره المهبل وعلى الاولوز وبره الجسم وبتطرد زيها بيخرج بره بيخرج بره عن طريق الانابيب ويتزرع بره على البريتون. وكانت تفسيرات ده موجود ويفسر كتير جدا من الامراض اللي موجوده لبطانه الرحم المهاجره على المبيض وعلى الحوض وعلى الامعاء وعلى منطقه لغايه الحجاب الحاجز. لكن ما كانش في تفسيرات لما تكون موجوده في الرئه. ما كانش في تفسيرات لما تكون في اماكن زي ما نكتشفها النهارده ونعرضها لاول مره على شاشتك بشكل هيدهش الناس. لما كان في يعني تفسيرات ان ممكن الناس تيجي تشتكي الشكاوي لعالم خفي دون ان يكون له تحدد كينونته تحدده يعني ما فيش ورم يعني بالتالي زي ما يكون حد لابسه عفريت تشوف تصرفاته تشوف انفعالاته تشوف لخبطته تشوف هلوسته ولكن ما تشوفش العفريت. بطانة الرحم المهاجرة هذا هو اللغز الخفي اللي خلينا النهاردة بعد 100 سنة اندو 100 سنة بطانة الرحم المهاجرة قرن بطانة الرحم المهاجرة اللي بقاله 300 سنة من 300 ل 400 سنة موجود في أوروبا وبشكل أو بآخر بيتحدثوا عنه أحيانا بشكل فيه الغمز واللمز لغاية لما جه روكوتينسكي وخد اول عينه سنه 1860 احنا بنتكلم حوالي 150 سنه 140 سنه وخد العينه وعمل هيستوباثولوجي واكد ان البروتون اللي موجود فيه الديفكت ده بطانه رحم مهاجره ايه ده بدا ينتشر وبعدين كولينز ياكد بعد كده الادنوميوزس بعديها بفتره وتفضل لغز بطانه الرحم المهاجره التاريخ اللي لازم تكون عارف التاريخ عشان تعرف الجغرافيا عارف التاريخ المرضي عشان تعرف جغرافية المرض داخل جسد المرأة. هنتكلم النهاردة بشكل كبير ونأكد ان بطانة الرحم المهاجرة مرض لا يعترف بالأعمار. مرض لا يعترف بالمارتال ستيت هل متجوزة ولا مش متجوزة هل اتأخرت في جوازها ولا لا. كان زمان يسموه ان هو مرض الأغنياء. كانوا معتقدين ان مرض الاغنياء اللي هي بتتجوز ومش عايزه تخلف دلوقتي وبتاخد بعض الاكلات والاغذيه المستورده واللبس المستورد والميك اب عشان كده بيجي وما بيجيش للفقراء. فضلت قد ايه خزعبلات تتكتب حتى في كتب الطب ونتعلمها كده. كان بيتكلم الاول المرض لما تكون بتيجي الى الان في بعض المفاهيم اللي احنا عاوزين نغيرها النهارده نتكلم عن بطانه الرحم المهاجره من جديد. بمعنى من جديد يا دكتور ايمن بمعنى ان بطانه الرحم المهاجره هو دائما ابدا بتفرض نفسها دائما ابدا بشكل غريب بشكل غير متوقع بشكل يعني كاني قنبله بتفاجئ مره واحده حتى في ناس كتير وهم بيتفرجوا علينا بيجوا السلام عليك على فكره بيجوا يقولوا لي انا ما كنتش متخيله ان بنتي عندها انا كنت بتفرج على الـ على الـ على, الـ على البرنامج على انه برنامج تشويقي وتثقيفي ومعلوماتي وقربنا بس ما انا كنتش متخيله ان بنتي تكون كده او انا اكون كده او انا كنت متخيله او ما اعرفش الانتشار بهذا الشكل. لحتى كمان جموع الاطباء كانوا مش متخيلين قد مدى انتشار المرض بهذا الشكل. لما كنا بنقول ده 10% يعني واحده لكل 10 موجودة بطانة الرحم المهاجرة. لما بنتكلم على انه مرض النسب لما بنتكلم على انه مرض 176 امرأة شخصت بالفعل على قيد الحياة على مستوى العالم عندهم بطانة الرحم المهاجرة دلوقتي احنا بنتكلم وتزداد النسبة الى ربع مليار الى 250 مليون امرأة. ليه؟ لان في بعض البلدان وخصوصا البلدان العربية ما عندهمش احصائيات كاملة لمرض بطانة الرحم المهاجرة. ومرض بطانة الرحم المهاجرة عشان تشخصه بالفعل وبالقطع وبالتأكيد لازم يكون يا إما بتتكلم على استئصال أرحام وتشريحها بعد أو اكتشافها بالصدفة بعد تشريح أجساد توفت فتلاقي فيه تغدد رحمي اللي هو ابن العم أو الشبيه أو القرين لبطانة الرحم المهاجرة داخل عضلة الرحم إلا إنك أنت تعمل منظار أو تفتح البطن وتاخد عينة وتشوفها مش بتعتمد على تشخيص خارجي MRI او حتى سونار عشان تاكد ان 176 مليون امراه
اتاكد انه اتاخد نسيج وتحلل وتاكد ان بطانه الرحم المهاجره اللي موجوده في اعضائهم او في اجسادهم المختلفه اتاكدوا ان فيها بطانه رحم مهاجره. هذا العدد يثير الفضول، ليه المرض ده كده؟ ليه قدرته كده؟ ليه ازاي يقدر يسيطر على الجسم كده؟ ايه علاقته زي ما اتفقنا قبل كده بالمنتال هيلث؟ ايه علاقته باستقراره؟ ايه علاقته؟ علمونا كتير بالوهم انه لما يجي لازم تكون الدوره مستقره، واكتر فتره بيجي فيها من 20 ل 30 سنه. بناكد لما اتاكدنا انه مرض ممكن يجي في سن مبكر، يجي من 5 سنين ل 95 سنه. من 5 سنين عمر يجي بطانه الرحم المهاجره حتى لو النسبه ضئيله، ولكن في بنت بتتكرر فيها ريكوردد لبنت بتتكرر فيها المشاكل، في تكرار فيها حرقان البول، اتولدت حتى لدرجه بول لما ناخد الهيستوري القديم لطفله كانت موجوده ونيجي نقول هي كان بيجالها ارتهابات كتيره، هي كان بيجالها مشاكل كتيره، اتفتحت بطنها لانها زايده، وياما اكثر البنات على مستوى العالم اتفتحت بطونهم على انها زايده وما طلعتش زايده. بعد فترات من العمر نكتشف ان كان في كيس او بطانه رحم مهاجره في البيريتون. ما هو البيريتون بتحط ايدك على بطن المريضه بتقول اي، ومفيش بايو ماركرز من بره تحليل معين يقول لك ان دي بطانه رحم مهاجره من عدمه. حتى السي 125 الناس بتعتمد عليه على انه دلاله نون سبيسيفيك، فيطلع بايو ماركرز زي مثلا السي دي 16 ايه يؤكد ان في شكل من الاشكال، او التحاليل اللي بتاكد ان جهاز المناعه لما ده بيبقى موجود في الاندوميتريال تيشوز او البريفرال بلاد يعني من الدم الطرفي، ان نسحب ناكد ان الناس دي عندها بطانه رحم مهاجره، مش لكل الناس، ونعتمد عليه على لما ناخد العلاج يبدا يقل او يختفي او يفضل مستمر بعد استئصاله بالجراحه وبعد اخذ العلاج، فيؤكد ان هو كرونيك ويؤكد انه هادي وفي هدنه بس هيرجع مره تانية. فالشغل الشاغل دلوقتي العلماء المعنيين ببطانه الرحم المهاجره هو البايو ماركرز، يعتمد على حاجه نون انفيزيف، لانك عشان تتاكد لازم تعمل منظار، مش هتقدر تعمل منظار للناس اللي بتعاني والناس اللي مش بتعاني. فالناس ال 176 دول كانوا بيعانوا او كانوا بالصدفه بيدوروا على حمل، واثناء الحمل بالصدفه اكتشفنا داخل اجسادهم بطانه رحم مهاجره. كان 30% من الناس المتاخرين في الحمل بسبب المراه عندها مشاكل في الانبوبه، مشاكل في تبويضها، التصاقات. كان 30% من بسبب الرجاله عندهم مشاكل في الحيوانات المنويه، في قله الحيوانات المنويه، في ضعفها، في عدم حركتها. و30% بسبب مشترك ما بين الزوجين، يعني حيوان منوي مش عارف يخص بالبويضه، مش عارفين ينقسموا. 10% كان دايما يعني منشط كبير ليها او متن كبير جدا يقول لك unexplained infertility، يعني تاخر حمل غير معروف السبب غير مبرر. واكتشفنا منهم كتير جدا كان بسبب بطانه رحم مهاجره درجه او اولى، درجه اولى او ثانيه، كانت قليله في البيريتون، كان بتاثر على وجود السائل الموجود في البيريتونية الفلويد اللي كان بينغمس فيه البويضات، والبويضات اللي بتطلع اللي مصابه ببطانه الرحم المهاجره. هل كمان هي عشان مصابه ببطانه الرحم المهاجره من مريضه عندها بطانه رحم مهاجره ممكن تشمل في تحمل في طياتها وتحمل في انسجتها وكروموزوماتها الاوليه ما يشكل لو جت انثى في خمس اسابيع الاولى في اول البريدج او جينيتال بريدج ما تبدا تتكون، هل بيكون بجد في الخلايا الميكروسكوبيه المايكرو مايكروسكوبيه يكون بدايه بطانه رحم المهاجره في السن المبكر ده؟ الجينات كل ده في الدي ان اي، كل ده تفكير، وكل ده كلام عشان ما نختصرش في بطانه رحم المهاجره انها كيس شوكولاته. تسطيح الامور كفايه. هنتكلم بشكل معين. لما كنا زمان بتجيب كتاب تروح تجيبه من المكتبه ويقول لك ايه، انا قريت الكتاب من الجلده للجلده، عاوزين نفتح كتاب بطانه رحم مهاجره ونتكلم من الجلد للجلد، يعني من الجلده للجلده. وهنا الجلد اقصد بيه السكن، اقصد بيه ان بطانه رحم المهاجره مش مرض يصيب جهاز التناسلي ودمتم. مرض بطانه الرحم المهاجره هو مرض الجسد كله، a disease of whole body. مرض بطانه الرحم المهاجره
يقدر يوصل للجلد. هنأكد النهاردة انه ممكن بطانة رحم مهاجرة تنزل من صباع امرأة. هنأكد النهاردة بطانة رحم مهاجرة هتنزل من عين امرأة. في حالات هتنزل من انف امرأة. وهتنزل من ودن امرأة. بطانة رحم المهاجرة كانت المريضة زمان زي ما كان هيبوكرات بيوصف وبيقول من حوالي اكتر من 400 سنة وهم كانوا بيتكلموا وبيدونوا بيقولوا كانت المرأة دي يحط عليها عارف العلقة عارف الدودة كده بتتحط عشان تمتص الدم للناس اللي عندهم ضغط يتحط هنا تفضل تمتص الدم تمص الدم تمص الدم بتقلها تقع فكان يحط لها العلقة دي عشان تمص الدم الفاسد او كان حتى يشرحه الجهاز التناسلي عشان يطلع الفساد اللي موجود او تلبس ما يطلق عليه حزام العفة ستريت جاكيت حزام حديدي على اساس ان هو في مشكلة ما فبالتأكيد ممكن يكون مرض جنسي بيتنقل فتبدأ او في الاخر ان المرأة دي تقتل لانها ملعونة مصابة واحيانا فطنوا ان ده لما بيتأخروا في الجواز بيبدأ يظهر المرض ده فيبدأ يحصل دعوة للزواج المبكر اللي فضلت من زمان تقول لنا ان احد علاج بطانة رحم المهاجرة هو الزواج المبكر واحد علاج بطانة رحم المهاجرة ان تحمل واحد وبالتالي تلاقي عندهم في لبس عند الناس عاوزين يفهم ايه اللي معني اللي يعني الناس ايه اللي عايزينه ايه اللي بيدار في البيوت. الطب ليس يوجد في سطور المجلدات. المجلدات ترصد معاناة المرضى وترصد حكاياتهم وترصد تغيرات وتاريخهم الطبي وبعد كده يبدأ في الاخر خالص يتحول من بيد سايد لبعد كده الى كلينيكال وبعد كده تشخيص وبعد كده في الاخر يتحول الى طب مؤصل يعتمد على الايفيدنس بيزد ميديسن على الطب المقرون بالشواهد العلميه بعد ما تحولت كل حكاوي المرضى الى طب يحرك المجتمع. كل المجتمعات المعنيه واللي بدا يزيد فيها دلوقتي الريسيرش وورك على بطانة الرحم المهاجرة بدأت تعني بجد لما وزير الصحة الأسترالي من حوالي 4 سنين أو أقل شوية لما جبت معاك هنا الحلقة بكى لما سمع يعني مجتمع نسائي بيتحدث عن بطانة الرحم المهاجرة أنهشت في أجسادهم قد إيه قال أنا ما كنتش أعرف لدرجة إن بدأت تزيد ومن هنا بنتكلم زيادة الوعي ببطانة الرحم المهاجرة للرجالة للرجالة لابد أن يعرف بطانة رحم المهاجرة ما يعرفش بطانة رحم المهاجرة من خلال عيادة وسمع أن مراته عندها بطانة رحم المهاجرة فجي يسأل أمه معلوماتها البسيطة يا ممكن تظلم مراته يا ممكن الاتنين عندهم لبس ومش فاهمين يا ممكن يكون عندها تعادل نفسي فتقول له تروح تسأل تاني فممكن تروح تسأل حد بجد عارف المرض ومقتنع بيه وبيقول لها التوجيه الحقيقي إيه أو يحصل دبيت ولخبطة وخلل. بطانة الرحم المهاجرة هل الحل جراحة؟ هل الحل حقن مجهري؟ طب اللي عملت جراحة ورجعت لها بطانة الرحم المهاجرة تاني إيه سبب رجوعها؟ هل هي مشكلة عند طبيب ولا مشكلة في المرأة ولا مشكلة في المرض نفسه؟ ولو رجعت مرة تانية هل هنعمل لها جراحة مرة تانية ولا هنعمل لها حقن مجهري؟ ولو جيت لبنتي الصغيرة أبدأ أعمل لها جراحة دلوقتي ولا استنى لما تتجوز؟ وايه حد الفصل ما بين قبل الزواج وبعد الزواج يعني لو هي عندها بطانة رحم مهاجرة دلوقتي ولا الحقي جوزي بنتك ولو ده كلمة الحقي جوزي بنتك ده بايديها وتقدر تلحقه وتخش تجيب من السوبر ماركت واحد يتجوزها بسرعة والحقي تحملي وقدرت تجيب من السوبر ماركت جنين جاهز وتحمل بسرعة ايه اللي هيحل بطانة الرحم المهاجرة وايه اللي هل بطانة رحم المهاجرة واللي موجودة طبعا اصلي على طول ده كلام بيتقال احيانا في الاوساط الطبيه ده عفى عليه الزمن لازم يتغير ده مش كلام السيد بيحصل صحيح ده مش كلام يقول لك عايزين يتجوزوا بسرعه بسرعه لا ده بيتقال لهم كده مش هم اللي عاوزين يتجوزوها بسرعه يعني حاجه تانية هل هو بطانة رحم المهاجره البعبع ونخوف بيه البعبع فنيجي نقول لا هنخش نشيل كيس من على المبيض لو شلنا كيس من على المبيض مش بيأثر على مخزون المبيض بالتاكيد بس هل دي فزاعه نخوف بيها الناس بوجي مان هل في الزاع بوجي من البابا ولا نقدر ان احنا نتعامل مع امتى نشيل الكيس
هل نشيل الكيس وهو كبير نصل لغايه لما يبقى وصل 16 سنتي و20 سنتي؟ وهل الحل بتاعه ان نشيل المبيض بالكيس؟ وهل الحل بتاعه لبنت تبقى سامعه في العشرينات او اول الثلاثينات او حتى لو اتجوزت وخلفت انه عشان رجع مره تانية نشيل الرحم والمبيضين والانبوبتين؟ طب لو شلنا الرحم والمبيضين والانبوبتين مش ممكن يرجع بطانه رحم مهاجره؟ بترجع. مش ممكن يرجع بطانه رحم مهاجره بعد استئصال الارحام؟ بترجع. مش ممكن يرجع بطانه رحم مهاجره بعد ما تتشال مره تانية؟ بترجع. يعني هل المعدل انها تتشال ولا ما تتشالش؟ هنحط كرايتيريا النهارده ونحط مواصفات وتاصيلات النهارده. هل بطانه رحم المهاجره لما نعالجها دوائيا بنظلم او لا؟ يعني ايه الكرايتيريا؟ نقول اسباب الرجوع هنأكد النهارده. هل كل ممكن نعالجها بعلاج فقط والجراحه فقط، ولا علاج ثم جراحه، ولا جراحه ثم علاج؟ هل بطانه رحم المهاجره لما موجوده هعمل لها الاول اشيلها وبعدين ادخلها في حقن مجاري، ولا اعمل حقن مجاري وبعدين لو رجعت اشيلها، ولا ممكن اعمل بحقن مجاري وهي موجوده؟ هل ادويه التنشيط ممكن تزود بطانه الرحم المهاجره؟ هل نوع المساعده على الاخصاب سواء كان تلقيح صناعي او حقن مجاري الادويه دي ممكن تزود؟ هل المانوفر والتكنيك وانا بدخل الابره وبخرجها ممكن تزود بطانه الرحم المهاجره ويحصل لها فلير اب موجود؟ احداث واحداث، حواديت وحواديت، معنيين بيها ليل بنهار، شغالين في الفيلد ليل بنهار، متخيلينه وبنعيشه بتفاصيله. عشان كده ان الاوان ان احنا نعيد تاني ترتيب المفردات اللغويه وترتيب المعلومات الطبيه عشان نأصل الموضوع من جد وجديد، وما يطلعش ان هو طلع في دماغنا فقط، هو دماغنا في الافكار عشان بس هو حقيقه موجوده. خلي الدبيت على ان احنا او الجدل ان احنا نعالجه ازاي ونصل الى يونيفرس في العلاج ازاي، يعني كانه علاج حقيقي ومتفق عليه ازاي، مش ان احنا نتصارع مع بعض ويطلع العدو ينتشر وانتصر وكان بتاعت رحم مهاجره وهي داخل جسد المراه تطلع بره وتشوف الاختلاف عليها تضحك قوي ان احنا سايبينها مش عارفين نشخصها. اللي تطلع تبص على الخلاف بين الدكاتره والخناقات اللي بينهم. هو فعلا يعني ده مرض، يعني المرض يعني في لمحه من الشيطان، يعني المرض نفسه كده تحس ان هو يعني هيضحك اكيد لما يلاقي الناس سايبيني وقاعدين بيتخانقوا نعمل لها حقن مجاري ولا نعمل لها نظيف. وكأننا اختصرناها في كده بالظبط، لان هو مرض العنوان الاصلي ليه الالم مرض. لو احنا قلنا ان من 20 ل 30% من السيدات اللائي او اللاتي اصبنا بتاخر في الانجاب بنكتشف ان عندهم بطانه رحم مهاجره. يعني من 20 ل 30%، لكن تخيل من 60 ل 70% من السيدات اللي بيشتكوا من الالام عندهم بطانه رحم مهاجره. الفتيات المراهقات الانسات اللي بيعانوا من الام في الدوره الشهريه موجوده اكتر من لغايه تصل الى 70% عندهم بطانه رحم مهاجره. اذا احنا وصلنا الى فكره يعني حياة محترمه جدا حول هذا المرض دلوقتي، ان احنا لازم نجابهه نحاربه، ان احنا لازم نقف قدامه على انه مرض يتسبب بألم، يتسبب بمعاناة، يتسبب بمشاكل نفسية كبيرة، يتسبب في مشاكل صحية كبيرة، يتسبب في تأخر إنجاب. ولو ان تأخر الإنجاب مش مشكلة صحية، هي مشكلة مجتمعية او مشكلة عائلية. النهاردة هنتكلم في ده مشكلة عائلية، مشكلة إثنية، بنبص على ازاي لتأخر الإنجاب، المرأة بينظر لها ازاي اللي بتتأخر في الإنجاب، بيعاملوها ازاي، كل ده اتعملت في دراسات المعنية باحترام المرأة بجد على ان ممكن المرض يكون منتشر، بس انا مش عارفة منتشر ليه، وكمان المجتمع يا مؤمن بالقضية او مش مؤمن بيها، وبالتالي فترة تشخيص المرض ليه بتاخد السنوات من العمر من 5 ل 7 سنين تصل الى 15 سنة بسبب ان كان مجتمع مش مؤمن ان في مرض اسمه بطانه رحم المهاجره. مقتنع اتفضل. لا يعني اذا واحنا بنبص لكل ده احنا عندنا هدف واحنا ماشيين في اتجاه ان هو احنا بنعالجها، لازم نعالجها. واحنا بنسال اسئله بقى، هل هي
ليها فتره عمريه معينه ولا ما انت حضرتك قلت هل هي تصيب هندخل في الكلام مناطق جغرافيه محدده، هل العلاج جراحه ولا العلاج هيكون حاجه تانية، هل الـ 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 المرض دوت بيصيب اماكن معينه في الجسم؟ احنا قلنا لا ده له هيطلع ده فيه مفاجآت النهارده. هل التدخل بالمناظير ولا الجراحه التقليديه؟ ده كله هنشوفه واحنا بنشوف برومو لي او قنبله انفجار مرض في صفة الإرهاب لست الألم، وست بتبقى في حالة على فكرة مزعجة جدا في هذه المرحلة المرضية. تعال نشوف بطنة الرحم المعجم. إذن نتحدث عن بطنة الرحم المعجم. نتحدث عن بطنة الرحم المعجم. نبدأ بالأسئلة. بالأسئلة. هل المرض ده احنا قلنا بس عشان نقف وده في حته احنا النهارده مجمعين فايلات كتيره النهارده عشان حتى مرضانا ودكاترتنا نتكلم ان هو دي فايلات مرضيه بتاعت مرضى ولا مواضيع؟ لا مواضيعنا مواضيع. ده واضح ان الموضوع كبير طبعا. يعني موضوع احنا هنقعد نتكلم كتير النهارده. يعني هو طبعا في الايش جروب. الايه؟ الايش جروب. ايه ده بقى؟ يعني مجموعه يعني بالعلاقه بالسن. اتعمل هل بطانه رحم المهاجره هو مرض فقط بيجي في البريمينوبوزال يعني في ما قبل انقطاع الدوره ولا الفترة تشايلد بيرينج بيريود؟ اتعملت دراسة في ألمانيا وفي مالتي سنتر ستادي على 42 ألف امرأة بأعمار مختلفة. في أعمار مختلفة نتكلم على من 5 سنوات إلى 95 سنة. أكبر سن طبعا يعني 5 سنوات كانت بتبقى تصل النسبة لـ 0.01 قليلة جدا ولكنها موجودة. ولما تنتهي عند 95 سنة هي نفس النسبة هي 0.01 نسبة قليلة. من 100. ولكن من 10 ل 15 سنة في الاثنين اكتشف انه أكثر من 22 كانت حالة في 2006 و 2005 من 42 حالة. ألف حالة. وبعدين 813 2500 الاعمار المختلفه من 0 ل 10 ومن 10 ل 15 سنه ومن 15 سنه ل 20 سنه ومن 20 سنه ل 25 سنه. اعلى المعدلات العمريه اللي موجوده هي فتله ما بين ال 19 سنه لل 29 سنه. تقل لكنها موجوده. عاوزين ناكد على حاجه معينه ان بطانه الرحم المهاجره ممكن تيجي للصغيرين، ممكن تيجي قبل الدوره لانه كان مرض مرتبط بسن الدوره. ليه؟ لان هو بيعتمد على الاستروجين، والاستروجين بيعمل ايه؟ بيغذي البطانه اللي موجوده في مكانها الطبيعي وبيغذي البطانه اللي موجوده في المكان اللي خرجت منه. وبالتالي كانوا يقولوا طيب ما البنت دي لسه ما جاتلهاش دوره ولسه ما فيش هرمونات انوثه موجوده، تصل الى انها يبقى في بطانه في البريتون وتبدا تجيبها الالام. مفيش عمرها ما هيجي لها تشوكلت سيست وعمرها ما هيجي لها تغدد رحمي، ولكن اللي موجود في البريتون. وبالتالي كان كمان المرض بتاع بطانه الرحم المهاجره هل هو من ايام لما اتولدت البنت وهي موجوده في خلايا جذعيه موجوده في البريتون، وبالتالي يقدر يتحور بشكل او باخر سواء استروجين جاء من الام وفضل قابع او بيئه، ولا في كمان بايوماركرز اخر، ولا في بعض بعض بيعتمد على هرمونات اخرى او كيمياء اخرى في الجسم ممكن تقدر تظهره. هل معلوماتنا عليه فقط انها ضللت ان احنا قلنا انه مرض استروجين ديبندنت فقط، ولا ممكن يكون حاجه تانية؟ ده الشغل الشاغل على الموليكولار او ال لما نتكلم على ان الكيمياء الجزئية يعني الجزيئات اللي ممكن تكون متكونة من البداية وتبدأ تترسب على الغشاء البريتوني بشكل أو بآخر من نتيجة التهابات مستمرة، فممكن يحصل ميتابليزيا أو تحور لبعض الخلايا اللي موجودة على الغشاء البريتوني. موليكولار بايوكيمستري. عاوزين نقرب النهاردة لبعض الحالات
اللي ممكن تأكد بشكل أو بآخر من الجماعة هي ممكن يحصل إيه؟ ده زي حالة لو معروضة دلوقتي على السن وعلاقة السن وبطانة الرحم المهاجرة في الأعمار المختلفة. السن وبطانة الرحم المهاجرة في اختلافات العمرية، لأنه مهم قوي إن إحنا نبقى حتى دكتور أطفال يبقى فاهم، دكتور الحقيقة الكبار اللي هو الجرياتريك كير يبقى فاهم. تعال نشوف السن وال 11 سنة، ماشي نشوف مع بعض، نشوف السن. دي طفلة، طفلة 11 سنة، وفي أقل من كده بس احنا بنقول يعني عشان احنا كمان 11 سنة فجبنا انها 11 سنة. طفلة موجودة 11 سنة بتعاني من آلام. لو نرجع التاريخ التاني بس قصادي الشاشة دي ولا ما هي موجودة الشاشة. 11 سنة، آلام شديدة في البطن والحوض، التهابات مهبلية متكررة، صعوبة أثناء التبول، وجود تكيسات على المبيدين. بالتأكيد الرنين المغناطيسي أبكت برضو إن التكيسات على المبيدين دي شكل، يعني عاوز أفسر كل خط أو كل سطر مكتوب تكيسات اللي على المبيدين. دايما الدورة لما بتيجي بتبدأ بالخلل الهرموني وبتبدأ بشكل المبيضي إن كأنه على تكيسات، والال اتش بيبقى ازيد من الاف اس اتش اللي هنشرح بعد كده تكيسات المبيضين بشكل مفسر. ولكن الالام الشديده في البطن والحوض والالتهابات المهبليه، لقينا ان بؤر بطانه الرحم المهاجره موجوده على الغشاء البريتوني اللي في ظهر المثانه البوليه، والموجوده على الرابطه العجزيه. الرابطه العجزيه اللي كانها الكرسيين اللي بيقعد عليهم الرحم. وبطانه الرحم المهاجره اول ما بتيجي بتعشق جدا اليوتروسكرال، وبتعشق جدا اليوتروسكرال على اساس انها في ريسبتورز، في مستقبلات، في اماكن تقدر تعتمد عليها، وفي اوعيه دمويه تقدر تعيشها في المكان ده. زي ما انت قلت هو نسيج، زي ما يكون نسيج ارهابي عاوز يعيش في كهف، بس الكهف ده يقدر يكون فيه المؤن والغذاء اللي يقدر يعيشه لسنوات من العمر، غير معتمد على ان يكون مثلا هيجيله تغذيه او امداد خارجي. يعني الجيوش المنتظمه عاوزه امداد وتموين، لكن هو يقدر يعمل مصنعه. تخيل لما تكون لانسه في السائل الموجود بزايد شويه، ده السائل البريتوني، ولكن لما نقرب شويه هنا في المكان ده اللي هو كانه في ظهر المهبل، وبالتالي وجود، شوف البؤر الصغيره دي فيزيكلز قد ايه صغيره، شفتها الفيزيكلز دي او الحويصلات اللي موجوده دي، ده ريسنت اندوميتريوزس، يعني ده بطانة رحم مهاجرة تبقى موجودة. بنعرف بطانة رحم المهاجرة انها لو موجودة، نرجع للاستوديو، هي دي لقطة صغيرة بس عشان نأكد بالفعل ان احنا خدنا العينة وفحصناها وطلعت بطانة رحم مهاجرة. نرجع للاستوديو، ترجع انها بطانة رحم مهاجرة. وبالتأكيد لو كنا شكينا في كلام البنت او ادعاء انها عاوزة تغيب من المدرسة او بتعمل كده، عشان احيانا يصل بينا التفكير السلبي ان البنت بتدعي كده وعندها استعداد كمان تعرض نفسها للعمليه عشان مش حابه المذاكره، او عشان زمايلها يزوروها، او 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 نبدا نفكر تفكير غير منطقي غير موجود بالمره. واكتشفنا طبعا بعد تحليل الانسجه عشان يبقى عندنا دليل دامغ ان دي بطانه رحم مهاجره، طبيب يتاكد ويطمن واهلي يطمنوا ان احنا ماشيين في سكه منتظمه مش مبنيه على خبرات متراكمه، او يبدا يكون ايمجنج خارجي. ده حتى وانت بتعمل المنظار ما تعتمدش على الرؤيه، ده الرؤيه احد اركان التشخيص، واخذ العينه وتحليلها هيستوباثولوجي هو الركن الركين اللي بياكد رؤيتك الحقيقيه، وبالتالي خبراتك حتى وسلم الخبرات بيبدا يزيد بالتدريج، لانك انت ايه اللي بتشوفه بعينك بتقدر تأكده بتحليل، وبالتالي تبقى عندك الخبرات المتراكمة. وده اللي كان بيخلي أحيانا رؤية التيرشري سنتر أو الريفيرال سنتر أو المراكز بجد المعنية لمرض ما أيا كان المرض إيه، بتلاقي عندهم رؤية مختلفة عن أماكن أخرى بتشتغل على الجموع. لما بتشتغل على مرض بتشوف فيه حالات يوميا وبتجرى عليه عمليات يوميا، وبقى رصيدك عشان تقدر تقول انك تيرشري سنتر لا يقل عن 500 عملية من نفس النوعية دي موجودة، وبالتأكيد تقدر تطلع قواعد زي ما الجلوباليزيشن بيحصل، زي ما الإدارة العالمية لشؤون المرض بتعرف بتحصل،
انك انت يكون عندك الرؤيه، لان السكيلز والمهارات والتجارب والخبرات بتخش ركن اصيل في المنظومه الطبيه والمنظومه التعليميه، وبالتاكيد بيؤخذ من الاطباء ارائهم على مستوى العالم عشان يغيروا المفاهيم اللي سطرت لسنوات من العمر على انه كده، وتبدا تتغير المفاهيم مره تانية، لان ما كناش نعرف ان المرض ده ممكن يجي في السن ده، وبالتالي البنات الصغيره اللي كانت موجوده بتتعالج بمضادات حيويه ثم مضادات حيويه ثم مضادات حيويه لغايه لما تظهر عندهم فطريات، ولما تبدا تظهر عندهم فطريات تفاجئ ان الالم بيزيد فتبدا تعالج الفطريات. وكان هنا بقى هل في علاقه كمان ما بين بطانه الرحم المهاجره وجهاز المناعه والفطريات؟ يعني هل في جين بيربط الاثنين ببعض، ولا لما ضعف الجسم وضعف جهاز المناعه زادت الفطريات، ولا الفطريات بتبقى موجوده تضعف جهاز المناعه فتظهر بطانه الرحم المهاجره؟ وبالتالي لازم يكون عندك الربط الاصيل لاحيانا من تكرار فطريات او مشاكل موجوده بالباراسايتولوجي والمرض الاصيل اللي موجود عشان تعرف تربط ما بين الاثنين. ده الجزء بتاع السن. طيب لا السن لسه يعني نشوف احنا انا عاوز اشوف بس السيناريو بترتيب الحلقه عندك. عندي طبعا سيناريو ترتيب الحلقه. احنا عندنا الحوار الاول عن الاعراق، كمان الاعراق المختلفه بعد السن. الاعراق والاثنتي اتعملت دراسات هل ممكن يكون في فرق ما بين بطانه الرحم المهاجره من عرق الاخر. فاتعملت دراسه في انجلترا على خمس اثنت جروب موجوده، فخدوا ناس من تشاينا والفار ايست يعني، وناس من الجريك، وناس من جريك كبرت اللي هو الكبر الاكابرسا او الاتراك، وناس من اندونيسيا موجودين، وقسموهم الى خمسه جروبس، وقسموا الخمسه جروب كلها عشان في الاخر خالص يشوفوا هل هو مرض ممكن يكون منتشر في بعض الاعراق عن الاخرى ومن اليابان. وفوجئوا فعلا 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 انه ممكن يكون في الفار ايست والميدل ايست للعيشه، الفار ايست او الايش اعلى كتير جدا من الكوكيزيان. فيأكد ان احيانا انه مرض ليه بعض يعني لبعض الناس يكون زايد عنهم عن غيرهم. وبالتاكيد لما تيجي تتكلم عن المرض احيانا العنوان واحد انه مرض بطانه الرحم المهاجره، ولكن لانه محير ليه؟ لانه ممكن ناس تتعالج فتخف، وناس تتعالج تخف تماما وتخرج من سوء هذا المرض ما ترجع لهمش مره تانية، وناس تتعالج فيرجع المرض بس بعد سنوات من العمر طويله، وناس تتعالج ويرجع المرض بشكل مبكر. هل ده مرتبط بالمرض نفسه ولا مرتبط بحاجه تانية؟ وبالتالي ان بطانه الرحم المهاجره ورجوعها بيعتمد على اشياء كتيره جدا، بس الناس اللي عارفه عليه ان هو ايه يا دكتور نعالجه ليه طالما انه بيرجع. طب ما نيجي نقول هو بيرجع بنسبه قد ايه، وعرفنا انه بيرجع بنسبه من 20-40% في الخمس سنين الاولى او ثلاث سنين الاولى، خلاص كده. بس معتمد على ايه؟ لازم يكون كرايتيريا. يرجع اللي كان سن مبكر جت بطانه الرحم المهاجره، لو بالاترال اكتر من يونيلاترال، لو كان على المبيضين اكتر من مبيض واحد الرجوع، لو كان في المبيض الواحد بس مالتي سيستيك اكتر من كيس مش كيس واحد، لو كان الكيس كبير عدى 5 سنتي او 7-8 سنتي فبالتالي بنسبة رجوع مرة تانية، لو كان احيانا الاسنتي بقى ان دي حاجة كمان. هو متشال ازاي؟ متشال بالستريبنج يعني منزوع، ولا معمول لابليجن كي؟ وهل الكي اثر على موزون المبيض والشيلي اثر على موزون المبيض؟ على المطلق لكن بالتفصيل ده ولكن هنا المخرج مختلف من حد التاني بجد، والخبرات المختلفة من حد التاني بجد. بعد الفاصل هيبقى الحوار مستمر مع بعض الكثير جدا من النقاط، يعني هنقف طبعاً قدام هل العلاج الجراحي التدخل الجراحي تقليدي ولا مناظير؟ احنا النهارده كمان احنا بعد الفاصل بعد الفاصل ده موضوع كبير قوي، لانه احنا لازم نفرق
بين التدخل الجراحي اللي هو نفتح واشيل بجراحه، ولا هعمل منظار. هو النهارده المنظار هل احنا متحيزين له، ولا فعلا المنظار له سوبيريوريتي وله قيمه؟ يعني عاوز تقول قبل الفاصل انك انت عاوز تقول هو الحل ليه جراحي ولا دوائي، ولو جراحي يبقى منظار ولا فتح بطن. ايوه. وايه الفيصل ما بينهم؟ ولما بيحصل ارتداد نخش بمنظار ولا نفتح البطن مره تانية؟ طب لو عملنا منظار ورجعت نعمله تاني، ولا المشكله في المنظار، ولا المشكله في اللي عمل المنظار، ولا المشكله في اللي اتعملت لها المنظار؟ عاوزين ناكد. ده الجايد لاينز. عاوزين الجايد لاينز، الطريق، الخريطه ايه؟ بعد الفاصل هنشوف الخريطه ايه. خليكم معانا. اهلا بكم مره اخرى طبعا، واستكمالا لهذا الحوار المثير علمين، لان احنا يبدو ان احنا زي ما بيقولوا في هذه المرحله بدانا نواجه هذا الوحش الشرس. ويبقى السؤال طبعا دكتور سيد، هو الجايد لاين، الخريطه ايه؟ والمريضه جايه تعاني من بطنه رحم مهاجر، هنقول كذا شارع. طبعا كذا شارع، وعاوزين نرتب الافكار. وبجد لما قصدنا ان احنا هنتكلم من جديد، كانك في الاول كان في ناس مش فاهمه يعني ايه كوره، فبتقعد تقول لهم ده الملعب المستطيل مساحته كذا، في فريقين، وده العدد اللعيبه، وده بيلعب عشان يدخل جون في ده. ويعني ايه جون؟ يعني ده جون. ايه ده جون؟ لا ده جون، ده حارس المرمى واقف جون، حارس ما ده مش عارف ايه، لا الجون ما داخل الجون، لا ده اوف سايد. فتبدا تقعد تفهمه وتفهمه، لما يبدا يتفهم ويتستوعب المعلومه تماما وفهم يعني ايه كوره، بيقعد بقى يقول لك ايه يا سيدي دي كانت اوف سايد. لا مش اوف سايد، رغم ان هو ما كانش يعرف، وانت معرفه او عارفها بشكل او باخر. دي الحياه ولازم تكون كده. فالاصل انك لما بتزود المعلومات والتوعيه، الاول من لا شيء الى وجود اشياء، الى لخبطه في الاشياء والمفاهيم والمعتقدات، الى بعض التناحر، الى بعض الرؤى، الى بعض الاستقرار، الى بعض تغيير الصوره، او الايمان المطلق، او والاختلاف في الرؤيه. ده متعه، لان كل واحد ربنا مديله ملكات يقدر يشتغل بيها ويصل الى جزء من المعلومه غير الاخر. لو كلنا توحدنا في الرؤيه وفي القصد وفي السبيل وفي الحركه، هنصل الى معنى واحد او مخرج واحد. لكن لما كلنا نبقى مختلفين، انت هتشوف الموضوع او الحقيقه من وجهه نظرك، بس شايف حقيقه. يعني كاني بتطرح مواجهه دلوقتي حقيقه ما نختلفش عليها. لكن نتكلم ازاي بقى نزود مفهوم الناس، ونبدا نغير مفاهيمهم ونطمنهم، لانه عاوز يطمن. عاوز اطمن على بنتي. طب ما بنتي عندها بطنه رحم مهاجر، وممكن تكون ان ما عندهاش الام مبرحه زي غيرها، وبعدين كانت بتشكي ان بالجهاز انها يعني اكلها في مشكله، فراحت مشكل في الجهاز الهضمي، راحت الجهاز الهضمي اعملي سونار. لان الدنيا طبعا قد ايه بتبقى احيانا فيج وغامضه، فعاوز اعتمد بصديق، فاروح اقول لها اطلبي سونار عشان يصور لي صوره، فابدا كاني الصديق اللي هو الخفي دكتور السونار اللي موجود في مكان اخر، والاشعه هيصور البطن، فيبدا يكتشف اكياس او ما يكتشفش. لو اكتشف اكياس فدي حقيقة، ده الدليل دامغ ان في مشكله ما هي سبب الالم. واحيانا ما يكتشفش اكياس. اكتشف اكياس، دي بطانه رحم مهاجره ولا كيس دموي؟ الايكوجينيستي اللي موجوده والشكل الخارجي الموجود في الكيس يؤكد انها بطانه رحم مهاجره. لكن ما تيجي تعمل منظار وتيجي تطلع الكيس، تلاقي انه كان كوربوسولاتيال سيست، او هيموراجيك كوربوسولاتيال سيست، او كيس دموي في بويضه اللي انفجرت، والكيس الاصفر بقى فيه دم واتجمد وتحول كانه شكل بطانه رحم مهاجره. يبقى لازم اقرب شويه بشكل اصدق. اتسالت سؤال، هل بطانه رحم المهاجره والتعامل معها جراحي ولا دوائي؟ لو كانت حاجه غير مرئيه ومفيش اكياس والام فقط، بناخد ادويه مسكنه. استجابنا الأدوية المسكنة، خلاص. ليه بنستجيب للأدوية المسكنة؟ لأن أدوية المسكنات كلها فيها أنتي بروستاجلاندين، وبطانة الرحم المهاجرة
بتفرز الماده اسمها البروستاجلاندين، ماده بتساعد على الالتهابات والالام وبتساعد على انقباض الاوعيه الدمويه، فبالتالي احيانا لما جالها الدوره الم شديد واغماء ومن القيء بسبب وجود ماده البروستاجلاندين الموجوده. لما باخد مسكنات ايا كان نوعها ايه، بروفين ولا ايبوبروفين ولا اسبرين ولا ايا كان الاسماء، وتبدا تعادل ماده البروستاجلاندين فيحصل تحسن. طب لما باخد الدواء ما بيحصلش تحسن، هيحصل ايه تاني؟ او لو عندي كيس فممكن اروح لحد يقول ايه، هناخد اقراص مانع حمل او هناخد اي حاجه توقف نشاط الكيس. رجع الكيس اختفى ورجع تاني. طب ساعات الجر والفر لمرض التهابي يودينا المشكله تصل احيانا الى الدرجه الرابعه، الاند ستيج اوف اندوميتريوزيس، الدرجه الرابعه، وحوض مجمد لانسه عندها مثلا 16 17 سنه. تعال نشوف ايريني النهارده وشكل الحوض المجمد بقى اخباره ازاي، وبتنطرح من المهاجره توغلت ازاي للانتظار ثم الانتظار ثم الانتظار في عدم اتخاذ قرار. والقرار رؤيه، والقرار شخص ايجابي ان انا لقيت حاجه عاوز اواجهها. تعال نشوف كده وحاربها. ايرين حال فيها بتنطرح المهاجره، نشوف مع بعض. وزي ما طبعا ممكن حاله تيجي بشكوى للدكتور بطنه مثلا عندها قولون عصبي. طبعا طبعا دخلنا منظار الادي الرحم والمثانه والمبيض واضحه يا صادق. نمشي شويه انا عاوز اشوف لما الناس تمشي شويه هتشوف يعني ايه. احنا بنحاول لا مش بجري يعني ماشي، اقصد يعني المثانه والرحم والمبيض اليمين والمبيض الشمال والانابيب والرابطه الدائريه. بطريقه رحم مهاجره بقت موجوده في كل حته لدرجه ان احنا ديبوسيديفيا كان عندها هنا اكسسوري فيمبريان. بص لو نرجعنا الحته دي تاني وثبتناها اللي فاتت، بص يا دكتور ايمن نقف هنا، تخيل الحته الصغيره دي، عارف فواهه الانبوبه، عندها فوات انبوبه لوحدها ملهاش علاقه بالانبوبه طالعه في المكان ده. فهل احيانا الموليريان داكت لما يحصل فيها شويه مشاكل بشكل او باخر وتوزيع احيانا عشوائي في الجسم، ده دلاله على ان في وجود بطانه رحم مهاجره؟ هل النسيج ليه ده يدل على ان في حاجه تانية ممكن تكون بتتنقل بس احنا مش عارفينها؟ نمشي نمشي، ما ينفعش نعدي اي لقطه موجوده. بص موجود على الانبوبه ازاي، شوف العين السوداء اللي الانبوبه بالشمال، بص الرابطه الدائريه موجوده فيها بطانه رحم. ايه الرابطه الدائريه؟ الرابطه الرحم بيبقى مرتبط بفوق برابطه دائريه تنتهي لغايه بره لغايه اللابيا الراوند ليجمنت. الراوند ليجمنت، بص المنظر ده، بص ازاي ده نازله معانا، بص ازاي ده، بص ازاي ده، بص علاقتها بالمبيض، بص كل الجزء والدنيا كلها بقت ملتهبه ازاي. شوف بطانه رحم المهاجره جايه وتترسب على السيروزه بتاعت الزايده من بره وعلى المبيض من بره ودخلت في المبيض من جوه وعلى الحوض. بص داخله ازاي، بص العين السوداء اللي موجوده. احيانا البايلاتيرالتي او ان المبيض يبقى موجود او الكيس موجود، بص الكيس كبير ازاي، عنيف قوي، بص شوكليت ماتيريال نازله ازاي وقد ايه، ده من كتر التهاب والدم اللي موجود. ده حاله فيها كل حاجه، في اكياس شوكولاته، فيها بقر، فيها بطانه رحم مهاجره، بقر موجوده على الانابيب، التهاب، بص ضخم ازاي. شوف لما نسيب انسه عندها 16 17 سنه والكيس يكبر لدرجه ان يصل كل ده، عمالين نشفط، احنا عمالين نشفط. وبالتاكيد شرحنا للناس قبل كده وقلنا لما بيطلع انفجار للكيس داخل الحوض مش هينشر بطانه رحم المهاجره، هو ده عباره عن دم مجلط ومتغير. بص البقر اللي فوق، بص فوق الانبوبه، يعني ليه ده احيانا يفسر الالتهابات دي، تفسر ليه احيانا البنات لما تتجوز في اول شهر جواز ممكن تحصل لها حمل خارج الرحم. اتاري كان في التهابات من قبل كده موجوده. بص الرحم بالانابيب بالمبيضين لازقين كتله واحده من غير اي جراحه قبل كده، وده بمنظار. وازاي انك انت بتبدا تتعامل مع النسيج، بص عشان نقلل فرصه الرجوع مره تانية،
دايما كنا لما بنيجي نتكلم مع قبل كده معاك ونكون نقول ايه البلين اوف كليفج، البلين اوف كليفج، كانك لازم تكون عارف جغرافيه المرض وتبدا تتعامل معاه. بص لازم نطلع النسيج عشان هنبحثه، نقلل بس السرعه عشان الناس تبقى متفهمه. الرحم ده ظهر الرحم بيبقى حصل كيسنج اوفرز، لزقوا فيه ولزقوا ببعضهم وقفلوا الباوش اوف دوجلاس، التهابات متكرره. يعني هي جايه عشان التهابات مهبليه متكرره ومشاكل في البول. يعني مش لازم تكون مرتبط بالمرض بالالم، رغم ان المرض والامه كلما كانت درجه بطانه الرحم المهاجره متوغله او درجه رابعه مثلا ثالثه ورابعه، المفروض علميا كميه الالم ازيد ما تكون درجه الاولى او الثانيه. لكن احيانا لقينا الناس انها بالالم بتاعهم بيبقى قليل ودرجه رابعه بطانه رحم مهاجره، وكان ان المرض احيانا يروح يعمل مشاكل في الوصله العصبيه اللي بتنقل المرض وكانها بتلفته، او حصل البرين ثريشولد احتمال الالم اتغير بشكل او باخر، وبيعمل العكس في ناس تانية، يخلي البرين ثريشولد منخفض جدا لدرجه ان الالم يبقى على بؤره صغيره صراخ هستيري ونزيف موجود وحرقان في البول ومشاكل. بص الفصل دي أنسة، بعم كل شوية أكد أنسة تستنى كل العمر اللي جاي إزاي، لدرجة إن الأكياس بقت موجودة كل الأنواع وكل الدرجات وكل المراحل وكل الجروبز. يعني إيه كل الأشكال؟ يعني اللي ظاهر واللي مش ظاهر، اللي موجود عامل أكياس واللي عامل بؤر، واللي عامل حويصلات واللي عامل معاه بؤر وبدأ يحصل فيه الالتصاق. الالتصاق لانه نسيج التهابي وبالتاكيد خلاص بيصير الفايبرين وبيصير وكل الانسجه تبدا تلزق في بعضها. هنبدا نتفاعل نتعامل مع المبيض وهنشيل الاكياس من على المبيض، واحنا معنيين بما يطلق عليه مخزون المبيض الاستراتيجي للانسه دي اللي هتكمل ازاي ولم تختبر خصوبتها قبل كده. ولان احنا مش بنتعامل مع الانسات لسه في حقل تجارب، وعندنا رصيد رهيب جدا من نجاحات لأنسات بدأوا في سن مبكر واتجوزوا وحملوا وحملوا طبيعي بالرغم ان كانت الحالة مزرية، حالة ما كانش حد يتخيل. بنعمل تقنية طبعا الأوفيريان سسبنشن اللي احنا كنا بنقول قبل كده تعليق المبيضين عشان نقدر نوضح الحوض اكتر. واحنا شغالين لازم يكون عندك جراحة ومهارات جراحية مستمرة، لازم تشتغل على نفسك كتير، لازم تحضر مؤتمرات كتير ورش عمل كتير عشان اكيد هيتغير مفهومك. ما تكونش فولورز ولا تابع. لما بتسأل على حد او منتور لحد او هو رؤيته سواء كانت كده، هتفضل طول عمرك بتتعامل مع بطانة الرحم المهاجرة. يعني انت مثلا بتكون بتشغل مناظير، انت اللي هتعمل الزوايد لانها جزء اصيل من عمليات بطانة الرحم المهاجرة الموجودة. يعني مش بالضرورة مستني الجراح يكون معاك او مستني الجراح يكون جهاز هضمي معاك، لان ازاي ده بقت جزء اصيل من الحوض. لو ما عندكش المهارات الجراحية وبتشتغل عليها وبترتفع بيها وبترفعك، بالتأكيد هتفضل دون مستوى التحديات، وهتفضل تلعامل تقول ايه ده انا دخلت لقيت الحوض مجمد، انا مرضيش اعمل العملية اللي كنت هأذيكي. امال انت كنت عاوز تتعامل مع مريضة اصلا ما عندهاش التصاقات ولا عندها مشاكل زي كده؟ امال حجم المشاكل لما يكون للانسه دي هتعمل ايه؟ طب دي لو مدام هتقول لها احملي، طب هي انسه هتقول لها هتعمل ايه؟ هتبدا تقول لها ايه كونزرفاتيف تريتمنت بقى، هتبدا تقول لها خدي ادويه تنشف التبويض، ادويه المسكنات، معلش تصبر شويه، من دكتور لدكتور، من سن لسن لغايه لما يكبر سنها فتخش في عالم الزواج وتخش بمشاكل اكبر موجوده. ده شكل من الاشكال الكيس واحنا بنطلعه. قد ايه وانت بتتعامل لازم تكون عارف انك انت مش عاوز تخسر جزء من الكورتكس من قشره المبيض الموجوده، الجزء اللي فيه البويضات. عشان كده هنقول كمان بعد ما بنشيل الاكياس احنا بنعمل الاي ام اتش، مخزون المبيض اللي هو البايو ماركرز اللي بنعتمد عليه مقياس، بنعمله قبل العمليه وبنعمله بعد 3 شهور من العمليه وبنعمله بعد 6 شهور من العمليه وسنه من العمليه.
وبنعمل الاف اس اتش والال اتش والاي 2 قبل العمليه وبعد العمليه مباشره وبعد العمليه 3 شهور 6 شهور وسنه. وجمعنا الداتا والاحصائيات اللي تؤكد لو احنا بنعتمد على ازاي ان المخزون رجع او قل او كده. كانت مفاجاه لما اتكلمت معاك من 3 سنين وقلنا ان في ناس مخزون المبيض مع ثبتوا الايد اللي بتشتغل، وكانت اكبر دراسه موجوده في سول جامعه سول في كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه على اكتر من 50,000 امراه تمت بطانه رحم مهاجره موجوده، ثبتوا الايد، ثبتوا التيم، ثبتوا الطريقه والام اتش، وقسموا الجروب الى 3 جروب. ناس الام اتش دخلوا خرجوا بيه زي ما هم، وناس قلت، وناس لقوا الام اتش بعد 6 شهور اتحسن. وفي مخزون مبيض بيزيد، قال لك الجزء اللي كان مصاب ببطانه الرحم المهاجره بدا يرجع للشغل مره ثانيه. ده علم ومؤصل وغير مشكوك فيه، وهنفضل بالشكل ده بنتكلم على التوعية عشان نبدأ نزيد الموضوع. واحنا بنتكلم البنت ممكن تنصح في حالة ما يكون عندها بطانة رحم مهاجرة انها تاخد حبوب منع الحمل. عايز افهم حاجتين، ايه فايدة ان البنت تاخد حبوب منع الحمل وعندها بطانة رحم مهاجرة؟ وبعدين النظرة المجتمعية، هل الاهل بيبقى عندهم يعني تقبل؟ اكيد هيبقى في توتر، هيبقى في قلق، وتبقى نصيبة لو البنت مثلا في حتة بيفتشوا الشنطة بتاعتها لا حبوب منع الحمل في الجامعة ولا في المدرسة. بالرغم ان انا عارف ان انت عارف الاجابة كويس جدا، وعارف ان انت بتديني السؤال عشان عاوز اشوف خبرات الناس المختلفة، دي حقيقة. اول حاجة، زي ما كنا فكرة كل حاجة جاية بجديد بيبقى فيها صد ورد، كان في ناس كتيرة من البداية ما كان بتعمل الحقن مجهري كان مش عاوز، يعني عنده ارتباك، بتقنعه بالحقن المجهري اسأل الدكتور أبو الغار أستاذنا طبعا، أستاذنا طبعا. اسأل الدكتور جمال أبو السرور، اسأل الدكتور محمد يحيى، اسأل الدكتور اللي بدأوا يوعوا الناس ورواد بطانة رحم المهاجرة في مصر. سوري، الحقن المجهري. الحقن المجهري كان هيقول لك ان هو كانت الاول ازاي الناس دي بتواجه مشاكل عشان تقنع راجل ان يقدر يوافق يعمل حقن مجهري. ما بين الحلال والحرام، ويسأل دار الافتاء او الكنيسة. عدينا المرحلة دي بين الحلال والحلال والحرام، عدم القناعة ازاي الجنين ده يعني ما جاش بالعلاقة المباشرة، مش عارف اقتنع انه ابني ده كيمياء، ده معمول في معمل، لغاية لما الوعي زاد، ايه ده، هو الجنين اللي اتحط في الرحم ممكن يثبت، يعني لو قمت وبتاع مش ممكن يقع مني، لان ده مش جاي تلقائي وطبيعي ومسك في الرحم. بنغير الوعي وبنزود، وبدأت الناس تفهم لدرجة بقى في ربوع الصعيد وفي الاقاليم الحقن المجهري موجود ومعروف، التلقيح الصناعي ما هو معروف، ويعرفوا الفرق ما بين دلوقتي اطفال الانابيب والحقن المجهري عارفين. يعني المعلومة الاول عايزة وقت وعايزة تأصيل، وناس كانت تحرج ان يقول لك مراتي حملت من حقن مجهري، حاسس ان عار. دلوقتي بيقول وبيطلع في شاشه التلفزيون ويعبر عن فرحته ويقول 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 ويقول. الرواد الاولانيين خد وقت كتير جدا عشان تتاصل المعلومه. كذلك لما بتيجي تتكلم زي موقف زي كده، لما اتكلمنا على بطانه الرحم المهاجره ومشاكلها، لما تيجي الانسه، احيانا البدائل انك انت تعمل عمليه لممكن كيس صغير ما دون المستوى ال 2 سم ونص. والقشر، المنظمة الأوروبية لعلوم التكاثر والأجنة كانت حطت جايد لاينز وقالت لك إن الكيس لما يزيد عن 4 سم لابد من التعامل معه جراحيا ويستأصل. بالتأكيد هيخلق مشاكل، ولو كان ده إيه بتدور على خصوبة، لكن لو بتدور على آلام ما دون ذلك تتعامل معاه، لو ما فيش كيس وفي آلم فقط تعمل بالمنظار. لما تيجي تقول البدائل هتاخد أو ممكن تكملة المناظير، إنه هيبقى فيه حاجة توقف وتقلل التبويض. فأقراص منع الحمل، أقراص تعتمد على الإيه؟ أحيانا البروجسترون، قولي بروجسترون، بتعتمد على الهرمون اللي بيعادل الاستروجين. أو له دوز استروجين والبروجسترون هو اللي هيعادل الاستروجين الموجود. الاستروجين هو الهرمون اللي بيزود بطانة الرحم المهاجر. فبتدي حاجة زي كده عشان تقلل الكيس.
في ناس واجهناهم كتير في البداية يقول لك إيه أنا بنتي ده تموت أحسن من الألم ولا أن يبقى معها أقراص مانع حمل. شايف أنه عار لأنه كلمة إيه أقراص مانع حمل. فإزاي أنسة تاخد أقراص مانع حمل؟ دي كانت كارثة ومصيبة. وإلى الآن وأنا بكلمك عشان أنا بستغل دايما الشاشة لأنها توصل لكل البيوت وكل المجتمعات وتبقى وصلت. يا جماعة هو زي ما بتاخد الأسبرين لأسباب مختلفة بتاخد الأقراص الهرمونية دي اللي ممكن لو شركة بتسمعنا حقيقية ممكن تطلع ده بدون اسم حتى انه قراص مانع حمل. يعني يعني تعمل الهرمون مكون الهرمون نفسه تحط عليه او تحط عليه ان هو اسم ويبقى ويستخدم للأنسات للأنسات بزادة الوعي لانك انت لازم هنا كنت بنتكلم بقى على هنا دور الكالتشر والثقافة والوعي المجتمعي لمرض وكمان علاجه. وبالتالي لا كنا بنرفض الحقن المجهري وبنرفض ان نعترف بيه وبنرفض ومشاكل ويفضل بزغرته لمراته ولدته فرحان وهو قاعد حزين انها ما جاش من صلبه بالشكل العلاقه. ودلوقتي خلاص العده ده الجيل ده بجد كان بيحصل طبعا طبعا يعني والى الان بشكل ملحوظ عون الناس اللي طبعاً بدأوا القصه طبعا بعد كده بتعدي المرحله دي بتعدي مراحل زي ما بقول لك بقى الايه الاقراص مانع الحمل وتفسير المريضه زي بالظبط كده ما يكون غشاء البكاره مسدود وفي عيب خلقي وتقول له مثلا ايه غشاء البكاره عشان ينزل الدم يتفتح يقول لك لا دي تموت احسن. انا يعني ايه غشاء البكاره يتفتح؟ ما هو ما هو ما اتفتحش جنسيا ده اتفتح طبيا بشكل ممنهج بشكل الحل مشكله. فدي برضو تأصيل الامور لازم نوصل البيوت فيها ايه عاوزين يسمعوا ايه. مش انا طالع عشان اتكلم في موضوع مختلف او جديد او براق لا عشان الوعي يزيد انها البنت مش ملبوسه ده عندها بطاله رحم معدن. المشكله بقى اللي هنا المهمه قوي اتعملت دراسات على الريكارنس على ان المرض بيرجع ودي مهمه جدا بقى للاطباء جدا 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 جدا. لما تخش عندك مثلا مبيض عليه 3 اكياس مبيض كيس حجمه 5 سنتي وكيس حجمه 3 سنتي وكيس حجمه 2 سنتي وخدت اقراص مانع الحمل او اقراص الهرمونيه دي هتبدا تقلل الاستروجين. فالكيس اللي 5 سنتي بقى 3 والثلاثه بقى 1 والاثنين اختفى بس البنت بتتالم او السيده او المدام دي بتتالم. فدخلت تعمل منظار او جراحه تقليديه اللي انا ضدها انا ضدها وهشرح الجراحه التقليديه اللي هي جراحه ان انا افتح بطانه رحم مهاجره افتح بمرشط وهاكد ليه دلوقتي. دخلنا ولقينا الكيس شلنا الكيس اللي كانت موجود والكيس الصغير لقيته انه ممكن ما اشيلش لمسته مثلا كويته او حاجه او كنت اقدر اشيله وخرجت. تعرف ان الحاله دي عندها ريكارنس ريت عالي ان نسبه ارتداد وظهور المرض من جديد مره اخرى عالي. ليه بقى؟ لان انا خدعت نفسي كجراح لو انا اللي كنت بدي الدواء ده ان حصل فلاتنينج الكيس الصغير اختفى بس ما اضمحل ولكن ما انتهاش ما ماتش الخلايا اللي جواه فضلت نايمه بقت الاطار بتاع العربيه فاضي فاضي الكيس تماما. وبعد لما فتره هترجع تاني الدوره ويفضل الاستروجين يرجع مره تانيه يحصل ريفيلنج يتملي من جديد فارجع اقول ايه ده ده الكيس رجع او المرض شرس. لا لما بتتعمل الدراسات لازم اعرف الدراسه في الريكارنس او ارتداد المرض ما تكونش واخده هرمونات قبل الجراحه ابدا. هتبدا ده مرض جراحي يبدا جراحي او إن لو كنت هتوقف الدوره لفتره وقف الادويه لفتره تاخد مسكنات او غيره وبقى لغايه لما تبدا ترجع الشكل الحقيقي للاكياس عشان نخش نقضي على المرض. لان المرض لما تقضي عليه واكسجين بكامل هي فرصة التحسن. والمرض لما بيرجع بيرجع على 3 مراحل او 3 مستويات هو ألم او كيس باين او تأخر الحمل عملت العملية وما تحسنش الحمل فنقول يبقى في ريكارنس
يبقى الريكارنس دي الاسباب اللي بنقولها واللي هنتعامل معاها بعد كده، ازاي نعود منظار بعد منظار او منظار بعد جراحه تقليديه. تعال نشوف الكيس ازاي يتشال لانسه. عندنا مثلا انسه اشجان 24 سنه، كانوا قايلين لها شيل المبيض وشيل الرحم. معلش، وفي دول الى الان بتتعامل مع بطانة الرحم المهاجره ان المرض ده بيجي من الرحم، وبالتالي لو شلنا الرحم البطانة هتبدا تقل. تعال نشوفها. تعال نشوف مع بعض. وخصوصا لا من عارف عندك ده اشجان بقى، يعني انسه وعندها 24 سنه وعندها الام في البطن والحوض. بص بعد اذنك، هنا بنعمل تقنيه بشكل معين. بص الكورتكس القشره اللي بره دي مش عاوزين ابدا نهنها. ازاي؟ بص تبدا تفتح فتح بالتدريج. بص الكيس، انا هطلع لك الكيس بالكامل. ده كل ده كيس اللي جوه؟ الكيس جوه والكورتكس اللي بره. بص ده المبيض اللي بره. بص طرف المقص ده بحنيه. بص طرف المقص هتبدا يعني عارف ايه بجد لازم يكون. انا شايف ان المقص عامل زي الفرشه، فرشه الرسام. لازم تكون قد ايه عاوز تعمل بيها لوحه. خلاص شوف ممكن على فكره ناخد بالنا انه ما بيمزعش. انت بتعمل ليه شارب ديس. بص اهو هيبدا الكيس من تحت. شوف انت قد ايه قدرت تسلك كل الجزء ده، وهتبدا توصل انك انت تجيب الكيس من العمق بتاعه وانت شايفه تحت عينيك من غير استخدام اي طاقه مفرطه كهربائيه تاثر على مخزون المبيض فيما بعد، او تعمل سيل ديس وتموت الخلايا اللي موجوده. وازاي انك انت هتقدر تشوف الفولس كبسول اللي موجوده ما بين المبيض وما بين. بص الكيس ده كان كيس تاني. خلي بالك ادي كيس وكيس تاني. عشان كده المالتي سيستك ده كيس لما بيكون اكتر من كيس بيبقى فيه فرصه للرجوع مره تانية. لو جرينا بس بالكيس بالسرعه شويه. بص يا دكتور ايمن، انا كنت عاوز اوصل للناس كلها ادي الفصل. بص انت كل ما بتفصل هيبان لك اذا كان كيس او اتنين. هنطلع الكيس بالكامل. بص شاف بقره تانية. شوف قد ايه الالم اللي موجود لانسه، كان عندها 24 سنه. طبعا بنحاول نشفط كل الكونتنتس والكيس بيطلع المحتوى. عن بكره ابيه عشان ونحافظ على المبيض. لان دايما مع امهر الايدين اللي شغاله لازم ما بتعتمدش على تاريخك وانت شغال. كل حاله بحاله، كل حالة بمخرج خاص بيها عشان تفضل العملية مستمرة. ادي الكيس بيخرج المبيضين. دايما اسأل سؤال، هو احنا ما بنخيطش المبيض؟ حلو جدا. حلو الاسئلة دي بقى. ما نقول بقى ايه الاول. بص الكيس بنفتحه ازاي. ادي هو الكيس، ادي كامل اهو بعد ما فرغنا محتوياته واحنا جوه اهو وشفطنا محتوياته. شاف الكيس بالكامل وهنبدأ نطلعه بطريقة معينة. الكيس ده ممكن لما شلناه البيك اوف اللي هو النزع السلخ زي ما بتكون بتسلخ ارنب مثلا، او انك انت تقدر تعمل ابليجن كي للكيس ده وهو جوه. الفرق ما بين الاتنين، الكي من جوه هيموت الكيس وهيقلل الالم خلاص كده، بس نسبة الرجوع معاه اكتر ان يرجع مره تاني. لان احيانا ولما بتاكل لغايه الاخر وبشكل بطاقه معينه ممكن يحصل ريجينريشن او اعاده تكوين تاني الخلايا المنتجه للبطانه اللي ما كانت محبوسه في المبيض، ويبدا يحصل ريفيلنج تاني ويتكون مره تاني. لكن نسبه الحمل لو بنتكلم مش لانسه بقى، مع نزع الكيس او كيو بس بشكل معين ببروب معين او بليزر او بلازما جيت، كل دي مسميات علميه لتقنيات مختلفه مش كل الناس معاها الالات دي. معظم الناس بتعمل حاجه اسمها مونوبولر، وبالتالي بجد بيأثر على المبيض ومخزونه وبيحرقه. والمونوبولر اللي هو الكي الاحاد القطبي بالظبط كده زي ما يكون الكوبايه دي انا شايلها بصبعين. لا الكوبايه دي انا بشيلها كده واتنين تلاتة جايين يشيلوا معايا الكوبايه دي. فالطاقه الكهربائيه الرهيبه اللي بتطلع مع المونوبولر نستخدمه في القطع مش في الكي. في الكي
لانه بيعمل بروباجيشن للهيت، بيحرق، فيحرق المبيض او البقره اللي موجوده فيه. عشان كده حتى لما بنيجي نعمل كي او بيسموه الكي الكهربائي للتكيسات المبيضين لبعض الحالات اللي فيها ريزيستنت تو اوفري سندروم، وبالتاكيد مهما بتدي الادويه الدوره ما بتنزلش، احيانا بتعمل الكي وفق برضو قواعد علميه مقصوله، بتعمل دلوقتي باي بولر بروب وزي كميه الطاقه اللي طالعه قد ايه ومحتاجها ازاي، وبالتالي لازم تكون متفهم للاله اللي بتشتغل بيها، التكنولوجي والتقنيه التكتيك كمان، يعني هتمشي ازاي بخطوات معينه وانت فاهم ان النسيج ده ماسكه ازاي وبشد التراكشن واند تراكشن ازاي، عشان ما يعني ايه مسكتك بالاله على سطح المبيض ممكن تعمل انت سكارنج، يعني تعمل ايه تاثر على المبيض، فلما يجي يلتهم يلتهم بايه بالنسيج ليفي فياثر على المخزون اللي كان موجود فيه. سالت سؤال المبيض اللي اتساب كان واتفتح كده سبته وخلاص سبته واحد هيرجع يلم تاني مع بعضه لوحده، يعني لما بنعمل سكند لوك وعملنا حالات ودراسات سكند لوك ممكن نخش لحاله، وعندي حاله جميله جدا اوريها لك فيها ابداع وفيها علم جديد للناس اللي عندهم، وده للاطباء اكتر بقى اللي عندهم غرغرينه في المبيض، ما بنستأصلش المبيض غرغرينه، يعني المبيض شفناه توستد وقفل عن نفسه واسود بنقدر نرجعه لوظيفته مره تانية. اتعملت الدراسات طالما دخلنا في الوقت المناسب ولو دخلنا متاخرين، كنا اول ما بنلاقي بلاكش اوفري بنشيله، دلوقتي لا بلاكش اوفري بنعمل ديت سويست ونعمل سكند لوك بعد 24 ساعه وسكند لوك بعد اسبوعين وبعد شهر. هنجيب لك الحالات اللي اتجمعت. المبيض النسيج اللي هو تصرف خاص كده رجع تاني، لدرجه ان كان في حد من اطباء الذكوره واقف وشال الدراسه قال ده ايه ده، انا عاوز افهم ده عشان الميكانيزم عندي للتورشن تيستس لازم نشيلها، يعني حصل لها غرغرينه وورمت وخلاص، فنقدر نقول المبيض بقى بنعمل دي تويست، وازاي تعمل بلايكيشن وازاي تكشكش الاوفريان ليجمنت عشان من غير ما تاثر على الدوره الدمويه، وبالتالي يرجع المبيض مره ثانيه يشتغل وما يلفش حوالين نفسه لان البيديكل اثر. كل ده هنشوفه بالوقت، لكن المبيض يا يرجع لما تيجي بقى المبيض ده احيانا ينزف. عملنا دراسه على ايه النوع اللي ممكن نستخدمه في النزيف يقل من المبيض من غير ما ياثر على الاوفيريان ريزيرف على مخزون المبيض، لان مخزون المبيض عاوزين نتكلم معاه يا ايمن بشكل مختلف تماما، اتكلمنا قبل كده على مخزون المبيض بس عاوزين نتكلم بشكل تاني ايه الانترال فوليكل والاف اس اتش والال اتش، وبيزيدوا وبيقلوا ومخزون المبيض ما بيقل، ولما بيقل وممكن بجد المخزون المبيض لما يقل ممكن الدوره تكون قربت انها تقطع، يعني احنا ممكن ناذي انسه او ناذي سيده لو شلنا جزء كبير جدا من المبيض بمخزونه قربناها لانقطاع الدوره وهي سنها صغير في العشرينات او في الثلاثينات، او انها ممكن تكون فرصه الحمل بتاعتها قلت بسبب التدخل الجائر على المبيض او استخدام المفرط للطاقه الكهربائيه الموجوده. الماده اللي بتستخدم سواء كانت حاجات بتقلل الدم وده اسماء مختلفه كتيره، او انك تعمل سوتشرنج تخيط، او انك تعمل كي وتعمل الكومباريزون بالدراسات الثلاثه، وبي دواء معين مش عايز اقول اسمه العلمي يعني او الاسم العلمي اسمه انكافارد، المهم بيتحط يوقف الدم دون ان يجور على المبيض وبالتالي ما يحصلش تليف، والخيط ممكن يعمل تليف فيقلع على المخزون المبيض، وبالتالي لازم تكون عارف التقنيه، عارف الخطوات، عارف القصد والسبيل الموجود، ولكن لازم يكون عندك مهارة فصل للي هنشوفه دلوقتي. عايزين فصل التسكر. واحنا برضو بنشوف الأكياس، يعني أصل الأكياس دي أشكال وألوان، وبعدين الكيس المبيض ده واضح إنه النسيج له خصوصية، له بيهيفير مختلف عن تعال نشوف. عملنا المنظار آه ونسبة الريكارنس اتفقنا
يا جماعه والله بناكد الصوره لو سمعني ثواني ايمن بس ثواني ثواني الصوره دي يا صوره مين دي؟ دي منظار هو قالوا منظار فانا شغال انا هنجيب نشوه بس لما نقول بس الحته دي لان دايما الناس تقول لك انا اعمل بطانه رحم المجرى ليه طالما رجع تاني يا جماعه نسبه بطانه رحم المجرى رجعها مرجوعها على على اتفاق شبه جمعي من 20-40% في الخمس سنين الاولى يعني مش بترجع كلها مش بترجع للناس كلها مش بترجع في سن بسرعه لو رجعت بسن بسرعه في وقت مبكر في مشكله كانت موجوده ما تشخصتش بجد ما اتاخدت هرمونات من الاول ما تشالش كل المرض مره واحده ده لازم نفهمه هنا نقول اتعملت بطانه رحم مهاجر هل ممكن ترجع بعد منظار تعال نشوف رجوع بطانه رحم مهاجر بعد منظار كان هنا بقى سؤال لو رجعت بعد منظار لو الالم هنعمل منظار تاني لو كانت بتتكلم على تاخر انجاب لان مهم قوي السبب ايه للمنظار الم ولا تاخر انجاب لو الم هنعمل منظار مره تانية بس بشكل مختلف وبشكل واعي جدا واحنا عارفين ان في ريكارنس لان نسبه التردد لما بتزيد لازم تعرف ان المريض ده عنده استعداد لان يبقى عنده المرض مزمن فلازم تتعامل معاه بشكل واعد وتعمل حاجه اسمها كلوز اب عارف معجون السنان كلوز اب بتقرب قرب اكتر لما بتقرب اكتر من الانسجه بترى ما كنت تنكره انت يعني كل ما العدسه بتقرب لغايه سنتي ونص قرب البريتون او قرب النسيج بتشوف عالم انت كنت وانت شايف بالمنظار والعدسه بعيده هو موجود بتنكره لو قربت منه بتلاقي عالم تاني وده اللي هيحصل ان شاء الله يا ايمن في الحلقه الجايه بشكل رهيب جدا لما بنقرب بنلاقي تفاصيل ولاقي اسباب لعالم بطانه الرحم المهاجره الخفي العميق اللي احنا كنا مش عارفين هو بيحصل ازاي وازاي بالمنظار نقدر كمان نشوف هو المرض بيعرف ازاي يوصل للاماكن والدهاليز المختلفه ويبقى يوصل للعمق وهو كان سطحي هل هو بطانه رحم المهاجره العميقه فاكر لما قلنا مره هي بورن تو بي ديب هو اتولدت من البدايه واتنشات انها تبقى عميقه من البدايه ولا هي كانت سوبرفيشال كانت سطحيه ودخلت في العمق هل بتقدر توسع لنفسها كراكس وتعمل شروخ في البريتون وتخش من خلاله هنأكد ده بدليل دامغ بس تعال نشوف حالة نشوة. رجعت بعد المنظار نشوة ليها قصة انها عملت اوريدي منظار ورجعت الحالة تاني بعد رجعت حالة تاني رجعت الاعراض تشتكي مرة اخرى هو يبقى دايما السؤال لماذا ما هي اثار خلف عودة الحالة مرة اخرى تعال نشوف بس الحالة الاول هي اول عندها متزوجة وعندها من 12 سنة عندها طفلة نرجع عندها الم شديد نرجع بس عشان نحكي القصة الاول انتوا دخلتوا على طول على الفيديو ليه خلينا واحنا شغالين نحكيها مفيش مشكلة أوكي. كملوا يا شباب كملوا طب وألام أثناء الجماع وكيس دموي ضخم إيه كيس دموي هنا كامل؟ هنا في بطانة رحم مهاجرة تاني الكيس الشوكلت اللي احنا تعرفنا عليه والناس بقت عارفاه بس هنا بقى ايه كيس دموي وصل ايه 10 سنتي في 6 سنتي وعاملة قيصرية سابقة عاملة منظار بطن سابق في 2012 لفك التصاقات والتهابات في الحوض واستئصال بطانة رحم مهاجرة ورجعت تاني الكيس الدموي هنا في حجم الشمامة الكبيرة رجعت تاني هل رجعت تاني عشان ان المرض لازم يرجع ولا رجعت تاني عشان كان في مشاكل في الجراحة او في الجراحة ما كانتش مكتملة الاركان ما كانتش بجد الدكتور بيطلع كل المرض ولا رجعت تاني بسبب الالتصاقات اللي كانت موجودة ولا رجعت تاني لان احنا سيبنا واحنا بنشغل احيانا بالالات فممكن تنقل المرض من حتة لحتة تانية يعني لازم تكون كل ده مستوعب الحدوتة بالكامل بص دخلنا شوف الالتصاقات طب ما معنى كده ايه ان بطانة رحم مهاجرة اهي اللي كنا بنسأل بقى هو كل منظار نسبة الرجوع تبقى 0% لا طبعا يعني كل جراحة لازم تكون بطانة رحم مهاجرة راجعة 100% لا طبعا ولكن ايه اللي ممكن يكون يحصل بالمنظار هل نزفت اثناء بتعمل المنظار هل الكيس اتفتح وما تلمش هل حصل التهاب صديدي وحصل بعد كده شوف قد ايه عاوز توصل بص لفك الالتصاقات وفك شفرة الالتصاقات
والكود بتاع الاتساقات عشان تعرف توصل بجد للهدف. لو مش عارف تفصل ده هتوصل للكيس ازاي؟ هتشفطه عن طريق المنظار سونار مهبلي وتتخلص من الكيس هيرجع مره تانية كانك فضيت اي حاجه هترجع تاني ويرجع مره تانية. لكن لازم تتخرج من الكيس. واحنا اتفقنا الكيس بيخرج عن طريق ثلاث حاجات، يا اما انك انت بتشفطه وده طريقه ممنوع انها تتعمل، يا اما انك انت بتستأصله وبتنزعه، يا اما بتكويه. واحنا اتفقنا ان النزع هو احسن الطرق للتخلص من الكيس عن بكرة ابيه ونسبة الرجوع تقل، ولكن اتفقنا ان هو بيقلل مخزون المبيض لبعض الناس ولبعض الاطباء مش كل الناس. بص بص هنبدأ نفك الالتصاقات، نفك الالتصاقات. بدأ يظهر ايه هنا؟ بص بقى المنظر هنا، بص لما نسيب النسيج لمدة طويلة ده مبيض على فكرة، ده مبيض شوف متضخم ازاي، كبير جدا يعني، شوف مبيض في مبيض وبقى كبر قوي لدرجة انا شايف دكتور عمل بوسع لي كتف الشمال، انا شايف بص مبيض بقى هيوج. بص لازم تتعامل، بص احيانا بتستخدم جنب المقص بتستخدمه كانه مشرط عشان تطلع البريتون تفك الاومنتم اللي كان. بص الكيس عشان تفجر يبدا بقى الكيس. بص يا جماعه بص هنا الالام، حد يتخيل الالام اللي بتعيش فيها المراه دي؟ حد يتخيل ان لما حد بيخش التاريخ الجراحي للمريضه ويشوف انها مفتوحه قبل كده او عامله منظار قبل كده او مفتوحه مرتين قبل كده او تحويل مسار وبعد كده يبدا ايده ترتعش ان هو يتعامل معاها او يقلق او هنا مش هينفع، لكن انك انت مستواك يبدا يزيد. هتشتغل 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 لان البراكتس مينز اكسلنس، كل ما بتشتغل كتير كل ما بيزود عندك المهارات اكتر، كل ما بيخلي عندك جرأه في التعامل مع الحالات المختلفه، كل ما بيبقى عندك مخرج مختلف لحالات كتيره. كل التصاق ليه شكل معين، بيبقى القولون تحت ايدك وانت عارف تتعامل ازاي مع القولون، ليه اله معينه انك انت تمسك بيها القولون دون انك تهيله او يبدا يحصل فيه انسلت وبعد كده ممكن تلاقي بعد كده حصل بيرفوريشن او مشكله ازاي انك تبدا. بص انا بتحاول ان بص الموضوع وصل قد ايه يا جماعه، الادهيجن التصاق، بص الكيس وهو القولون بقى نايم عليه وانت بتفصل ما بين الميزو كولون او الدهون وفي فلويد تحت هو ده. بص تحوله الى الباوش اوف دوجلاس، تحول الى ايه؟ كيس ضخم رهيب واحنا جوه الكيس. شوف يا جماعه الضخامه بص 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 القولون بص الضخامه، بص المشكله. وبعد كده هتبدا تتعامل ازاي تطلع الجسم الابيض اللي جوه في الكيس ده، وازاي انك انت بص بقى هنا فكرة الاتساقات اللي بين دوجلاس باوتش وبين الراحل. يعني من كتر الناس ما بدأت تتفرج على العمليات وعلى الشرح اللي بنتكلم بيه ده، بدأت يبقى عندهم يعني وعي جديد قوي لدرجة ان في ناس تقول لك انا بدأت اشوف شفت الفيديو او شفت السدهاية دي عرفت نقى ان المنظار ده كان تشخيصي مش ما علاجي. كانش جراحي ما كانش علاجي ما فيش مشار دخلت بدأ يفهموا يعني ايه ان الكيس بيطلع وشكل الكيس بيطلع ازاي، بدأ يفهموا يعني ايه اوفيريان سسبنشن وان المبيض يتعلق تعليق ودور الاوفيريان سسبنشن في الريكارنس للالتصاقات يقل ونسبة الحمل اللي تبقى موجودة، وبدأوا يعرفوا ويؤمنوا ان نسبة الحمل اللي موجودة سبونتينيس. يا دكتور ايمن ركز في دي، نسبة الحمل اللي بتحصل تلقائي بعد منظار معمول صح تصل الى 70%، يعني اكتر من نسبة الحمل الطبيعي ونسبة حتى الحقن المجهري، وده مش مقارنة ما بين الحقن المجهري وبطنة رحم المعجر، ده ريزلت، ده علم وده علم، ولكن المريض اللي تستخدم يعني جود سيليكشن از جود ريزلت، بتستخدم كل التقنية الصح وتختار مريض صح وتختار ادوات صح وطريقه صح هتوصل الى حل. انا بص من عمق الحاله، بص بقى المبيض اهو، بص كان نايم الكيس اهو، هو اللي عمل السودو سيست كان الكيس لما كبر وده بقى المبيض جواه والكيس جواه عمل هو. بص الكيس قد ايه، نعدي على حاله تانية.
راجعين نشوف بقى حالة يعني تانية. دي هنكمل الحالة يعني، لو اللي عاوز يخش بقى على السوشيال ميديا او الفيس او حتى اليوتيوب يقدر يشوف الحالات دي بتكملتها. لكن انا النهاردة مش عاوز احرق الحلقة في حلقة او اتنين او تلاتة، عاوزين نتكلم على حالات. طب دي بعد منظار، يعني ممكن بعد المنظار ترجع البطانة الرحم مجرى تاني مرة تانية. عشان كده بطانة الرحم المهاجرة والتعامل مع طبيب ومريض، عمر ما علاقة الطبيب والمريض انتهت بانه عمل العملية وخرجت المريضة من عنده. ده ممكن بعد ولادة، ولدت وخرجت خلاص هتروح لدكتور الاطفال وتكمل مع دكتور الاطفال. عندها كسر في العظم وعملت جراحة وركبت مشاريع ومسامير، او عملت التئام الجرح مع دكتور العظم فترة وبعد كده خلاص، الا لو كان في تأهيل مهني او تأهيل ايه اسمه طبي قصدي دماني، دي قصة تانية خالص. عجبتك تأهيل طبي في حاجة على الورق فتأهيل الطبي. لكن بطانة رحم المهاجرة هي علاقة وثيقة، هي علاقة لان المرض ممكن يرجع بعد 30 شهر الى 5 سنين زي ما اتفقنا. فلازم المريض يفهم والطبيب يفهم والعلاقة تفضل مستمرة ومستقرة. ولازم اصدق المريض اللي جالي في الاول وقال لي اي فصدقته وقلت له ليك عملية. لما رجع لي تاني وانا اللي عامل العملية وبقول لي اي، اقول له لا معلش ده ما عندكش حاجة. لا ليه؟ عشان كده كانت السكند لوك او السيرد لوك بقى مهم قوي ان احنا نقدر نعمل يعني نظرة تانية، يعني سكند لوك او سيرد لوك مرة تانية. طيب سلكوا يا معلم. لا مفيش سلك ولا حاجة. نكمل. يبقى الرجوع مرة تانية والمريض المزمن بطانة الرحم المهاجرة لازم تتعامل معاه وانت مستوعب العلاقة بينك وبينه، لان المرض متأصل وقديم وهيفضل لبعض الحالات زي ما اتفقنا من 20-40%. فالعلاقة لازم بينك وبين مريضك تكون بتأهله وبتسنده وبتوعيه وبتوعي اللي حواليه، ويبقى في منظومة حقيقية سواء كان للألام والعلاج سواء كان للتغذية والعلاج. تعال نشوف الحالة بعد جراحة تقليدية. عودة، احنا ما نزلنا في كلمة عودة على فكرة. عودة اكتر من عودة، يعني احنا خدنا عودة الاعراض بعد منظار، خدنا عودة الاعراض او عودة البطانة الرحم المهاجرة، هناخدها دلوقتي طبعا بعد جراحة تقليدية. في على فكرة حالات تانية عودة البطانة بعد استئصال رحم، يعني انت طبعا انا لسه ما انا عاوز اقول لك لما قالوا لنا المنظار طب ما ممكن ترجع بس ليه السبب، لما قالوا لنا جراحة ما ممكن ترجع بس ايه السبب، طب شيل الرحم ما هترجع، طب تعالى مع الخطوات دي هتفضل مستمرة. احنا اتفقنا ده غريبة بنتكلم من جديد. تعالى نشوف الاول دي بعد جراحة دي. 32 سنة، متزوجة بقالها 13 سنة، ألم بالحوض والظهر، انتفاخات بالبطن، مساك مزمن وانتفاخات بالبطن واتفقنا اسهال، تاريخ جراحي، فتح بطن في 2015، استئصال اكياس دمويه عشان بتكون بطانه رحم مهاجره وفي ايه التصاقات. ندخل العمليه، دخلنا العمليه بالمنظار. طيب نشوف العمليه بالمنظار. بص ادي هنا بقى الامعاء ملتصقه، قولون ملتصق، فك القولون هنا. بص اللي نايم، بص يا دكتور ايمن هنا بقى دي الحالات اللي بتخلي اطباء كتير جدا نقف عند الحته دي لو سمحت اللي فاتت. لا نقف هنا انا. بتخلي اطباء كتير جدا اول ما يخش يشوف القولون ويخرج، يعني يدخل كده تلاقي الاله راحه جايه في الحوض عمال يرش ميه ويشفط ميه، يرش صلاين ويحاول وبعدين يخرج. التصاق شديد، التصاق شديد ويخرج. هو ما عملش العمليه ليه؟ ما عملش العمليه عشان الحوض صعب ومشاكل رهيبه ومصلحه ليها ما رضاش يكمل عشان ممكن كان يخرم الامعاء او غيره. حتى لو قلنا ان الكومبليكيشن احيانا اللي موجوده، لان مفيش عمليات على المطلق بدون كومبليكيشن، ان احيانا ممكن يحصل اي انسلت الامعاء دون حتى كمان انك انت تكون خرمتها او كويتها او اي حاجه، مجرد تسليكها واستبعادها ممكن يؤدي الى كده. خلاص القصه انك انت لازم تتعامل ازاي وتعرف تشخص لو في انسلت حصل او مشكله ما. لكن تعال شوف هنا ازاي بتتعامل
وتبعد بقى القولون البعبع الرهيب لمعظم الأطباء عن الالتصاق الموجود دون أن تمس القولون بمشكلة. طبعا كمية الالتصاقات مهمة لأن عملية جراحية اتعملت قبل كده. عملية جراحية وبالتأكيد المرض الجراحي بطانة الرحم المهاجرة هو مرض عاوز تتعامل معاه، هو عنده سداد يعمل التصاقات. بص هنا بقى القولون بنبدأ نستبعده ازاي. بص كيس بدأ يظهر، القولون لازق في الرحم، هتستبعد وانت المقص عارف رايح فين، عارف الآلة بعد مشيئة ربنا وبعد ستره وبعد فضله. هنبدأ نفك، لو قللنا السرعة عشان تبان أكتر كمان، من أحيانا تبدأ تضعف المرض من اليمين أو من الشمال تفك الالتصاقات. بص بنبعد القولون لأنك لازم تصل النهاية إلى البوش في دوغلاس عشان تطلع الكيس المحجوز تحت، لازم تحرر الأسرى الموجودين، وبالتأكيد هتعدي على ألغام وهتعدي على مشاكل وأسلاك شائكة عشان في الآخر خالص تصل إلى هدفك المنشود. بتخرج بص شايف، بتحاول تفصل بدقة، تفصل إزاي ولازم الرحم بدأ يظهر هادي. بص لغاية اللحظة الأخيرة في التصاق، التصاقات عنيفة جدا، التصاقات عنيفة جدا وبتبقى أكتر من كده كمان. أدي القولون، بص في الآخرة ده بؤرة موجودة وتبدأ تتعامل وهتوصل للحل الآخر، ده بؤرة على القولون يا جماعة بتصقصر. طبعا بؤر في كل حتة. احنا عضو من البريتش سوسايتي اوف جينيكولوجيكال اندوسكوبي، من الجمعية البريطانية للمناظير، من ضمن الحاجات عشان كانت تقبلك عضو من اعضائها وعشان تبقى اكريديتد كانك مركز متميز لبطانة الرحم المهاجرة، كانت تعمل حق الديب انفلتريتنج اندوميتريوزيس، بيشوفوا عمليات بطانة الرحم المهاجرة متوغلة في الحوض. وانا بكلم الناس عشان صغار الاطباء يعرفوا ان ممكن يكون ليهم مستقبل كبير جدا في عالم المناظير. شباب الاطباء في عالم المناظير لما يبدا يكون ماشي وفق يعني ايه منظومه بجد حقيقيه، ازاي انك تتعامل مع الديب انفيرتيليتي اندوميتريوزيس وتشوف الكولوريكتال سيرجن، يعني ازاي عند القولون والمستقيم وعلاقه المستقيم بعنق الرحم وعلاقتها بالمهبل، وازاي تقدر تفصل ما بينهم، وازاي تخش في البارريكتال سبيسز والكفاءة تقدر انك انت تقدر تطلع البطانة الرحم المهاجرة من الاماكن العميقة دون ان تأذي. وزي كان ويليام أسرر بيقول ايه، احنا هنا ده الكي بقى اللي كان موجود على سطح الرحم في الاخر. كان سير ويليام أسرر يقول ايه واحنا في حالة زي كده، يقول ايه، انت عندك دلوقتي معادلة، انت طبيب وعاوز تعالج مريضة جواها مرض، صح؟ كتب طبيب بطنة كده، وطبيب أمراض نساء كده، وطبيب جراحة كده، وطبيب سرطان كده، صح كده؟ المرض أذى المريضة، مش كده؟ لما يكون تتدخل خلي تدخلك أقل إزاء من المرض. يعني أدي في مريضة ثلوثة اهو، مريضة ومرض وطبيب، المرض في نصه مريضة ومرض وطبيب، المرض دخل في جسم المريضة أزاها، لما تتدخل في جسم المريضة عشان تخرج المرض بشكل دوائي أو جراحي أو وكان إيه هو، خلي تدخلك يكون أقل أزياء وإلاما من المرض نفسه، وإلا كان المرض أفضل بقى من تدخلك. أنا شلت كل حاجة بس في الآخر خالص سبت مبيض مشتغلش، أو سبت مريضة عندها مشكلة أكبر، أو طول عمرها يبقى فتحة تبرز خارجية أو تبول خارجية، لا كان المرض أفضل بقى، صح كده؟ طيب هنتكلم عن إيه؟ في حالة ولادة بعد المنظار لو لحقنا ناخدها بسرعة كده، حوض مجمد بالكامل، ناخد حتة منها كده يعني نشوف. يعني ناخد الأمل فيها، فعلا شايل أبوبة ومبيض وحصل حملة، الحمد لله بمبيض واحد، حملة مرة ومرة دي، صح كده؟ أنا ما كنتش متوقعة إنها حامل، أنا قلت إن الالتهابات هي اللي تعبتني، بس الحمد لله، بتقول إن أنا مش هحمل تاني.
قلت لك ايوه كان نسبه ان الحمل عندي ضعف، قلت خلاص مش هحمل دي، ولو كده هشيل الرحم وخلاص عشان خاطر الاطفال. ينفع حملي بعد منزار؟ يعني ينفع حمل بعد التصاقات؟ الحمد لله. يعني ينفع حمل مع مبيض واحد؟ الحمد لله. يعني ينفع حمل ونقعدش بقى نعقد في الناس ونقول لهم اصل التصاقات راجعه، اصل حلك حقن مجاري فقط؟ لا لا. عندنا مدام كانت بتعاني معمول منزار، حصل حمل خارج الرحم، اتفتحت البطن وتشال الانبوبه، كان في التصاقات شديده جدا وفي بطنه رحم مهاجره متعمقه، حصل لها حمل، ولدت قيصري اثناء القيصريه، حصل جرح للامعاء واتقفلت دخلت في التصاقات مره ثانيه، عملنا منزار مره ثانيه وفكينا الالتصاقات المره الثانيه. متجوزة بقالي 9 سنين، أول حمل ليا وتاني حمل كان طبيعي جدا، كنت بولد قيصري، مشاكلي بدأت بعد الحمل التاني، بقيت أحس بآلام شديدة جدا في بطني وبقيت مسمعة في ظهري وفي منطقة الحوض، والقولون دايما تعبني وما كنتش دايما ببقى مرتاحة في أي وضع في أي حاجة، مفيش أي علاج كنت باخده كان بيعمل نتيجة معايا، ورحت الدكاترة كتير بطنة وغيره بس برضو ما كانش فيه أي نتيجة. بعد تاني قيصرية حصل لي حمل خارج الرحم، الأنبوبة انفجرت بالحمل، ده أثر عليا إن أنا شلت الأنبوبة خالص، ومن هنا بدأت تحصل مضاعفات ليا والوجع والألم بقى يزيد أكتر. عملت منظار في 2015 ولقيت ان انا كان عندي التصاقات شديدة جدا وكان الحوض متجمد، والحمد لله بعدها حملت عادي، رحت عشان اولد لقيت الدكتور بيقول لي يعني ان الحمل ضعيف شوية وكده، وانا بولد الدكتور فتح وحصل زي جرح في الامعاء وخلت الجرح يعني الالتصاقات اللي رجعت تاني وكانت موجودة بشكل اكبر من الاول. في 2017 رجعت اعمل منظار تاني عند الدكتور سيد، واكتشفت ان انا الالتصاقات عندي كانت شديده جدا، دكتور سيد الحمد لله عمل لي العمليه ونجحت والحمد لله، وحملت بعدها بحوالي 8 شهور ودلوقتي ان شاء الله داخله اولد. النهارده بننهي ان شاء الله بالولاده، نشيل الجرح القديم بتاع القيصرية، في نفس الوقت هنطمن على البطن من في التصاقات في أي حاجة، هي نفسها طبعا ما تخشش في حمل مرة تانية، والدة كده دي المرة دي رابع مرة، الشيس طبعا والتصاقات شديدة مع المصل. عندنا الحمد لله اهو بالرغم من كل الجراحات السابقه اللي قد كده، الا ان احنا عندنا يا دوبك التصاق بسيط جدا اهو بين الامعاء، بسيطه اهي، وبين الرحم من ورا، غير كده ما عندناش اي حاجه، لكن غير كده الحمد لله. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور سيد الاخرس كان منورنا النهارده، وزي ما الدكتور سيد قال يلا اقول له دايما خليكم مع الدكتور.